السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنبتدي الحصة التانية من كورس CMA. إحنا بدأنا الحصة اللي فاتت، كانت أول حصة، بدأنا في Part 1 وخدنا Introduction على Part 1. النهاردة إن شاء الله هنكمل Part 1، إن شاء الله هنكمل Unit 1 في Part 1. Unit 1 اللي هو بيتكلم على External Financial Statements and Revenue Recognition. مبدئيا بحب اعتذر عن كل الحاجات اللي انا لابسها دي. انا بسجل في درجة حرارة تكاد تقترب من الصفر، يعني الجو ساقع جدا، انا عارف ان انتوا عندكم الدنيا حر، انا عندي الدنيا مختلفة خالص، بس ربنا يكرم ان شاء الله. طيب احنا جاست ريكاب بسرعة كده على اللي خدناه المرة اللي فاتت. احنا المرة اللي فاتت اخدنا انترودكشن على البارت كله، هناخد دي في البارت كله، وخدنا introduction على unit 1 اللي هو external financial statements and revenue recognition. المرة اللي فاتت برضو عرضت لكم شكل ال financial statements، لو تفتكروا ادي شكل ال financial statements. قلنا ال financial statements تبتدي ب balance sheet، فاكرين ال assets، كل دي ال assets، بعد كده ال liabilities وال owner's equity في ال balance sheet. بعد كده دخلنا في الـ income statement، بعد كده دخلنا في الـ cash flow، وفي الآخر قلنا بقى الـ disclosures. لو تفتكروا المرة اللي فاتت لما عرضنا الـ financial statements أو القوائم المالية اللي هي بتتكون من خمس أجزاء: balance sheet، income statement، equity statement، cash flow، وآخر حاجة الـ disclosures أو الـ notes to financial statements اللي هما بيسموها بالعربي الإيضاحات المتممة للقوائم المالية. تمام، النهارده إن شاء الله هنكمل، هنبتدي نخش في الفلويد نفسه. المرة اللي فاتت برضه أخدنا زي إنتروداكشن كده على الأكونتنج سايكل، يعني قلنا إيه هي الدورة المحاسبية اللي بتبتدي بالقيود الأكونتنج إنتريز، بعديها بنعمل بوستنج للليدجرز أو بترحل للأستاذ المساعد وات إيفر بيسموه إيه، أو الأستاذ العام، وبعد كده الأستاذ المساعد أو الأستاذ العام بترحل بتعمل ميزان المراجعة اللي هو الترايل بالانس، ومن الترايل بالانس بتعمل الفاينانشال ستيتمنت بتاعتك، ودي بنسميها الاكونتنج سايكل. واخدنا حاجة اسمها الاكونتنج مين ايكويشن او المعادلة الرئيسية للمحاسبة اللي هي الاصول بتساوي الالتزامات زائد حقوق الملكية، اللي هي الاسيتس بتساوي لايبيلتيز بلس اونرز ايكويتي. النهارده ان شاء الله نبتدي نخش بقى في الكتاب بتاعنا، نبتدي نقرا شوية في الكتاب ونشوف الكلام اللي احنا خدناه الحضرة اللي فاتت، الانترودكشن اللي عرضناه المرة اللي فاتت ازاي هتنفعنا النهارده ان شاء الله. طيب Unit 1 بيتكلم عن External Financial Statement and Revenue Recognition. طيب مبدئيا انا هخش في Unit 1.1. لو بص معايا هنا على الـ PDF، Concept of Financial Accounting. The objective of general purpose financial reporting. ايه يا جماعه ايه الـ objective of general purpose financial reporting؟ ايه هو الهدف او ايه هو الهدف الرئيسي ان يبقى في حاجه اسمها financial reporting؟ financial reporting اللي هي ايه؟ Financial Reporting اللي هو المحاسبة المالية أو الإفصاح المالي، الإفصاح المالي. طيب دلوقتي يا جماعة لو أنا قبل ما أخش في الكتاب كده خليني أقول لكم بس الفكرة بسرعة. لو أنا عايز أعرف مثلا، لو أنا سي مثلا هستثمر في شركة معينة، سي مثلا شركة اتصالات مثلا، تمام؟ أنا عايز أعرف الشركة دي كويسة ولا وحشة، هعرف منين؟ هعرف من الـ Financial Statements. يبقى الـ Financial Statements بتعرف الناس اذا كانت الشركه كويسه فتعرف تستثمر فيها، ولا الشركه مضروبه فلا تفكس منها، تمام؟ دي حاجه. مثلا حاجه ثانيه، الضرايب مثلا، الضرايب عايزه تعرف الشركه دي كسبت كام عشان اساسا تحسب ضرايب، يبقى بتاع الضرايب. الناس المستثمره نفسها، مش الناس اللي هتستثمر، الناس اللي اوريدي مستثمره، اللي هم الكرنت انفستورز او المستثمرين الحاليين، عايزين يعرفوا الشركة كسبت كام عشان على أساسها يعرفوا مكاسبهم، خسائرهم، الدنيا الدنيا هتبوظ منهم قدام ولا الدنيا هتبقى زي الفل، يعني وهكذا. خدت بالك إن أنا كلها عبارة عن إيه؟ عن معلومات للبوتنشال انفستورز اللي هم المستثمرين المحتملين، معلومات مثلا للضرايب أو الهيئة العامة للاستثمار، اللي هم خلينا نقول كده بكلمة حاجة جنرال، اللي هم ايه؟ الحاجات الحكوميه اللي هي زي regulatory bodies اللي هم الحاجات الحكوميه، الحاجات ايه الحاجات الحكوميه يعني، whatever، تمام؟
خلينا نقول المانجمنت نفسها، انت كمانجمنت، انت كاداره، انا عايز اعرف شركتي كسبانه ولا خسرانه، داخله في الحيطه ولا طالعه فوق، تمام؟ يبقى كلها عباره عن معلومات لناس كتيره. يبقى الهدف الرئيسي، الهدف الرئيسي للقوائم الماليه او للافصاح المالي عامه ان هو ايه؟ يدي معلومات، provide useful information، useful financial information. useful يعني مفيدة، financial information معلومات مالية. يبقى تعالى نقرأ مع بعض. يبقى the objective of general purpose financial reporting. general purpose financial reporting يعني الإفصاح المالي بشكل عام، general purpose اللي هو بشكل عام، is to report financial information اللي دائما ايه؟ تفصح عن او تعرض financial information معلومات مالية that is useful in making decisions، يعني اللي هي تبقى مفيدة ان انت تعمل تتاخد قرارات making decisions about providing resources to the reporting entity. بصوا بقى يعني ايه، يعني هي هنا مكتوب about providing resources to the reporting entity، هي مش providing resources بس، هي لأي حاجة، يعني هي تبقى making decisions لمين؟ للrelevant relevant decision maker. يعني relevant decision maker يعني الراجل المناسب ياخد قرار، يعني بمعنى صح انا لو هاخد قرار ان انا potential investor، يعني potential investor يعني مستثمر محتمل، غير القرار اللي هياخده واحد اوريدي مستثمر، غير القرار اللي هتاخده الاداره، غير القرار اللي هياخده بتاع الضرايب، غير القرار اللي هياخده بتاع الهيئه العامه للاستثمار. يعني كل واحد فينا بيقرا الفاينانشال ستيتمنتس وله اوبجكتيف معين. هي في الاخر كلنا هنقرا نفس الميزانيه، كلنا هنقرا نفس القوائم الماليه، بس كل واحد فينا له ايه؟ له هدف معين، تمام؟ حلو. The information reported relates to the entity's economic resources and the claims to them, their financial position, and to changes in these in those resources and claims. يعني المعلومات دي بتديك أو المعلومات دي لها علاقة بالeconomic resources، يعني بمعنى صح الأصول، تمام؟ الأصول بتاعتك والclaims اللي عليها، اللي هي الالتزامات، اللي هي عبارة عن إيه؟ ما هي في الآخر أنت بتشوف أصولك والتزاماتك وملكيتك، تمام؟ information about economic resources and claims helps to evaluate liquidity, solvency, financing needs, and the probability of obtaining financing. Also now, information about economic resources يعني بمعنى صح المعلومات اللي انت هتاخدها من قراءتك القوائم المالية هتديك الفرصة او helps to هتساعدك to evaluate تقييم liquidity. يعني ايه liquidity؟ liquidity السيولة. solvency، في فرق بين liquidity والsolvency. liquidity هي السيولة، cash، انت معاك cash كليكويد كام. solvency معناها انا مش عارف المصطلح العربي بالظبط ليه ايه، بس معناها هل انت، هي قريبة شوية liquidity. solvency هل معناها هل انت بوضعك الحالي تعرف تسطل، تعرف تسطل او تسطل يعني تسطل، تمام؟ تعرف تسطل او تسطل، تسطل يعني تدفع او تدفع الفلوس اللي عليك، تدفع الالتزامات اللي عليك في ميعادها ولا لا. يعني انت مثلا لو عليك ميعاد قرض المفروض تدفعه كمان 3 شهور، هل انت عندك القدره الماليه ان انت تدفع القرض كمان 3 شهور لما يجي ميعاد استحقاقه؟ ده نوع من انواع ايه؟ solvency. financing needs، يعني ايه financing needs؟ احتياجات التمويل. and the probability of obtaining financing، واحتمالات انك تاخد ايه؟ مصادر تمويل. هتكلم عن الموضوع، هتكلم عن الحاجات دي بالتفصيل قدام شويه، فوقف بعد شويه. طيب we need to differentiate between changes in economic resources and claims arising from، يعني محتاجين احنا نفرق ما بين التغيرات في الايكونوميك ريسورسز والكليمز. الايكونوميك ريسورسز هي الموارد الاقتصاديه، او بمعنى اصح بلغه المحاسبين اصولي من الاخر. والكليمز يعني ايه كليمز؟ الكليم يعني خلينا نقول ان هي برضه باللغه المحاسبيه هتبقى ايه؟ هتبقى الالتزامات اللي عليك. اللي هتيجي من ذا انتيتيز بيرفورمنس. انتيتيز بيرفورمنس، ذا انتيتي بيرفورمنس، انتيتي يعني المنظمه بتاعتي، بيرفورمنس اداء. يبقى اللي هتيجي من اداء المنظمه بتاعتي او اداء الشركه بتاعتي ليه هتيجي من الانكم ستيتمنت؟ ما انا الاداء بتاعي هيترجم في ايه؟
هيترجم في ايرادات ومصروفات. ايرادات ومصروفات اللي هي بنشوفها فين؟ في القائمة الدخل اللي هي اسمها ايه؟ income statement زي ما انت شايف هنا. other events and transactions such as issuing debt and equity يعني الاحداث التانية اللي ممكن تأثر على وضع شركتي، بس ملهاش علاقة بالاكتيفيتيز، ملهاش علاقة بالنشاط بتاعي، يعني ملهاش علاقة بالبيع والشراء، هي لها علاقة بايه؟ بالتمويل، زي issuing debt and equity يعني اخد قرض او اطرح ملكية او الناس تخش معايا بملكية زيادة. الحاجات دي هتشوفها فين؟ الحاجات دي هتشوفها في البالانس شيت. information about financial performance is useful for معلومات على financial performance هتفيدك في understanding the return on economic resources its variability and its components يعني هتفهمك the return on economic resources العائد اللي بيجي لك على economic resources المواد الاقتصادية اللي عندك its variability. variability يعني ايه؟ variable يعني متغيراته، بيطلع بينزل هيزيد هيقل وهكذا. and its components، components يعني تفاصيله. evaluating management مهمة جدا يا جماعة، وانا بقيم الإدارة بإيه؟ بالآخر مكاسبها. يعني انت ممكن تبقى الإدارة في كذا ستايل الإدارة، يعني حتى الناس اللي بتدرس إدارة في مدارس كتير الإدارة، سواء بقى حلوة وحشة، في حاجة اسمها tall organization و flat organization، في مدارس كتيرة قوي للإدارة، شكل الإدارة وشكل حتى الشركات، يعني الشركات نفسها هتبقى شركات في حاجة اسمها centralized decentralized، مش هخش انا في الموضوع ده دلوقتي، مش موضوعنا. المهم يعني في الآخر اللي بيبين أداء الإدارة في الآخر المكسب، هل الشركة بتاخد بتجيلها إيرادات كويسة وفي الآخر بتكسب مكاسب كويسة ولا لا؟ سواء بقى تطلع اجريسيف، تطلع كونسرفاتيف، تطلع حلوه، تطلع بيضه، تطلع سمراء، المهم في الاخر مين اللي بيقيمنا؟ ارقام. تمام. predicting future returns. predicting future returns ايه؟ predicting، predicting يعني تتوقع، future returns يعني الايرادات او العائدات المستقبليه. ليه؟ ازاي؟ ما انت لما يبقى عندك داتا معينه، عندك داتا، عندك معلومات معينه لسنين سابقة، زي مثلا أربع خمس سنين، أنت ممكن من خلال الأربع خمس سنين دول تعمل حاجة اسمها trend analysis، يعني بعيدا عن المسميات دلوقتي مش هخش برضه في التفاصيل، أنا مش عايز أكلكعلك الدنيا دلوقتي وأنت لسه في أول صفحة، تمام؟ الكلام ده كله هيتاخد قدام، تمام؟ بس أنت يعني أنت مثلا سي أنت هتحلل الأداء بتاعك لمدة أربع سنين ورا أو خمس سنين ورا، وعلى أساسه تتوقع إيه؟ تتوقع الأرقام بتاعتك أو الدنيا هتبقى عامله ازاي السنه الجايه او السنه اللي بعديها وهكذا. تمام. ده بيجي ازاي؟ ده بيكون عندك ارقام، والارقام دي هتبقى متنطوره ولا هتبقى موجوده في هيئه معينه؟ لا، مش هتبقى شويه ارقام متنطوره، يعني الموضوع هيبقى في هيئه ميزانيات او قوائم ماليه، قوائم ماليه متسجله حسب معايير معينه اسمها معايير المحاسبه، عشان تعرف او يبقى عندك اعتماديه معينه على الارقام دي، تبقى بالنسبه لك ارقام صحيحه يمكن الاعتماد عليها. على فكره انا خدت بالي من حاجه، انا خدت بالي ان انا بتكلم بسرعه، يعني الفيديو اللي فات كنت بتكلم، حسيت لما بصيت على نفسي في الفيديو بتكلم بسرعه. المشكله ان انا يعني لما الواحد بيتكلم قدام ناس بيبقى التون بطيء شويه، لكن سنس ان انا ما فيش قدامي حد، انا بس بتكلم لابتوب يعني قدامي السكرين على طول، فبتكلم بسرعه شويه. فانا لو حد لقاني بتكلم بسرعه ومش ملاحق على سرعتي، يعني يا ريت على الجروب بتاع السي ام اي اكتب لي كده، يقول لي عمرو انا مش فاهم منك اي حاجه، انت بتتكلم بسرعه، اهدى شويه، تمام؟ او يقول لي انت احنا فاهمينك وزي الفل، ما تقلقش واحنا معاك يا ريس، تمام؟ اي حاجه يعني ايه، ادوني فيدباك كده، ما تخلونيش قاعد كده مع نفسي، تمام؟ طيب نكمل. بصوا يا جماعه، طيب انا دلوقتي سي مثلا إدارة معينة عايز أو شركة معينة قالت أنا هطلع قوائم مالية بشكل معين. جت إدارة شركة تانية قالت لك والله بص لا إحنا الشكل ده مش عاجبني، أنا هعمل القوائم المالية بشكل تاني. فجت شركة تالتة بقى قالت لك لا ولا ده ولا ده، الاتنين دول أصلا في البلوزة، أنا هعمل القوائم المالية بتاعتي بشكل تالت خالص، تمام؟ فمعنى كده إن لو شكل القوائم المالية اتساب لكل واحد على مزاجه،
في الاخر مش هتعرف تقارن ما بين القوانين الماليه، تمام؟ يعني هتلاقي نفسك ده بيعملها بشكل وده بيعملها بشكل، وكل واحد ايه والدنيا بقت ايه في البلاله، تمام؟ لا، فعشان كده في حاجه اسمها معايير المحاسبه. يعني ايه معايير المحاسبه؟ معايير المحاسبه دي هو ازاي انت ازاي تشتغل محاسبه اصلا، من اول ازاي تسجل الكود لحد ازاي تعالج الفاينانشال ترانزاكشنز او المعالجات المحاسبيه، ازاي تعملها، ازاي تحسبها، يعني الاصول الثابته ازاي تحسبها، القروض، الفايده. مش كل واحد على مزاجه، واحد يقول لك الصراحه هعملها بالطريقه دي وواحد هعملها بالطريقه دي، لا، في طرق معينه، في معايير معينه لازم الكل يلتزم عليها، تمام؟ اسمها ايه بقى الطريقه دي، او اسمها ايه الموضوع ده؟ اسمه معايير المحاسبه، تمام؟ طبعا معايير المحاسبه يا جماعه تختلف من كل بلد، تمام؟ بس خلينا نقول، انا قلت الكلام ده الحصه اللي فاتت، ان احنا عندنا نظامين محاسبه في العالم، عندنا اليو اس جاب اللي هو معايير المحاسبه الامريكيه، وعندنا الايفرز. الايفرز هي معايير المحاسبه الدوليه، تمام؟ امريكا ماشيه لوحدها والباقي الدنيا ماشيه لوحدها، تمام؟ طبعا في كل بلد معايير بتاعتها، بس كل بلد بتبقى مبنيه على حاجه. يعني مثلا مصر في معايير المحاسبه المصريه، معايير المحاسبه المصريه يعني مشتقه او بتعتمد على معايير المحاسبه الدوليه اللي هي الايفرز. في شويه فروقات، بس فروقات ايه؟ فروقات عشان تظبط القوانين المصريه، تمام؟ بس يعني في الاخر كمجمل هتلاقي ان معايير المحاسبه المصريه واخده بشكل كامل، او بشكل يعني ممكن نقول شبه كامل، من ايه؟ من ايفرز. في حين ان في بلاد ثانيه واخده من اليو اس جاب، تمام؟ طيب اللي حصل ان اليو اس جاب والايفرز لما لقوا ان الدنيا مقسومه نصين كده، ناس ماشيه تبع اليو اس جاب وناس ماشيه تبع الايفرز، فالايفرز واليو اس جاب بدأوا يقربوا شويه. قبل ما يقربوا، هل في فرق جوهري ما بين اليو اس جاب والايفرز؟ لا، مفيش. في فروقات، انا مش هقول لك ان مفيش فروقات، لا، في فروقات، بس مفيش فروقات خزعبليه. يعني مثلا هنا في ديبت وكريدت وهنا في ديبت وكريدت، يعني هنا يعني نفس القصه، يعني مش هنا اسمه ديبت وكريدت وهنا اسمه حبيدت وبريدت، لا، هنا يعني لا، الاثنين نفس القصه، اثنين ديبت وكريدت، اثنين عندهم بوستنجز، الاثنين عندهم ليدجرز، الاثنين عندهم ترايل بالانس، والاثنين بيعملوا فاينانشال ستيتمنتس. الفكره في كام معالجه محاسبيه، ده بيعملها بطريقه وده بيعملها بطريقه، فالدنيا مش صعبه قوي. الدنيا يعني انت حتى لو انت ما بتعملش ميزانيات او مش شغال قوي في شغل ميزانيات، ممكن ما تاخدش بالك على فكره. لكن الناس اللي عملت ميزانيات كتيره، وبالذات الشركات الامريكيه، لو انت شغال في شركه امريكيه، يعني لو انت في مصر وبتعمل حاجه اسمها الفورم ريبورتنج باكج، الناس اللي بتشتغل في المحاسبه او بتشتغل في الفورم ريبورتنج باكج للهيد اوفيس في امريكا، للهيد اوفيس الشركات الاول، مش عارف اسمها ايه، تمام؟ الهيد اوفيس بتاعها في امريكا، هتلاقي ان اغلب الناس بتطلع ميزانيتين، ميزانيه مصري لاهداف بقى الضرايب والمش عارف ايه وحسب قانون المصري، وهتلاقي بتطلع تاني ميزانيه تانيه لايه؟ لامريكا، تمام؟ فهتلاقي حتى الارقام بتاعت اليو اس جاب مختلفه عن ارقام مين؟ القوانين المصريه. فرق مش خزعبلي، بس في فرق لسه، تمام؟ نرجع لموضوعنا. فلما الايفرز واليو اس جاب لقوا نفسهم بعاد شويه او في فروقات، قال لك نقرب شويه من بعض، وامريكا بدات عايزه تطبق الايفرز زيها زي مين؟ زي بقيه العالم، تمام؟ بس الفكره ان امريكا برضه ستيل اليو اس جاب مفصل قوي، وفي شويه قوانين او في شويه معالجات محاسبيه مش موجوده في الايفرز. والناحيه الثانيه الايفرز في معالجات محاسبيه مش موجوده في اليو اس جاب. فالدنيا هما بيقربوا لبعض، بس لسه ايه؟ لسه ما بقوش كتله واحده. بس الموضوع لسه في مراحله، يعني تمام؟ يعني هتلاقي في لحظه من اللحظات هتلاقي فجاه امريكا قلبت ايفرز، تمام؟ امتى بالظبط؟ هما بداوا ياخدوا خطوات، بس لسه الدنيا مش 100%، تمام؟ طيب، حسب بقى ما فيش مونتاج وقلنا الكلام ده من الاول، فاسمحوا لي بقى اشرب شويه شاي كده معاكم. عشان انا بصراحه سعيان اصلا والدنيا بايظه خالص. طيب السؤال ده، حضرتك في امتحانك تمتحن يو اس جاب ولا تمتحن ايفلز؟ انت بتمتحن سي ام اي، السي ام اي هي شهاده امريكيه، فانت مطالب منك ان انت تعرف اليو اس جاب، ده اول حاجه.
بس بما ان امريكا هتبتدي تقلب ايفرز او خدت الخطوات اللي هي تقلب ايفرز، فانت حضرتك نزل عليك ان تعرف الفرق بين الجاب والايفرز، وحيث ان انت مش سي بي اي، حيث انت سي ام اي، يعني انت لو سي بي اي الموضوع هيبقى لا معقد شويه. السي ام اي هو اصلا راجل مش بتاع ميزانيات، هو راجل محاسب محاسب اداري مش محاسب مالي، فانت مش هتبقى الموضوع بالنسبه لك مش هيبقى خزعبلي، يعني انت مش هيبقى عارف بقى التفاصيل ما بين الاسجاب والايفرز، بس المفروض تبقى عارف الفرق شويه. يعني هيجي لك اسئله هيقول لك مثلا الدي في الجاب في اليو اس جاب بيعمل ازاي وفي الايفرز بيعمل ازاي، تمام؟ بس مش هيقول لك اعمل ميزانيه جاب، ومش هيقول لك اعمل ميزانيه ايفرز، يعني انت مش هتوصل معايا المرحله دي. بس انت المفروض في السكوب بتاعك بتاع سي ام اي لا هيطلب منك انك تعرف الفروقات ما بين اليو اس جاب والايفرز، تمام؟ اوكي نكمل بقى في الكتاب. انا شغال هنا في لامبردين. For general purpose financial statements to be useful to external parties، عشان في الاخر ال financial statements او القوائم الماليه تبقى مفيده، they must be prepared in conformity، يعني ايه لازم يتحضروا او يتعملوا بمعنى صح. in conformity يعني in compliance او بما يتوافق with accounting principles، مع المعايير المحاسبيه that are generally accepted in the United States GAAP، اللي احنا بنسميها the US GAAP. GAAP بمعنى اختصار او بالابريفيشن ل GAAP، تمام؟ G اللي هي generally accepted accounting principles GAAP، تمام؟ غير GAAP بتاعت الهدوم، لا دي حاجه ودي حاجه، تمام؟ طيب انت كاتب شايف اقرا معايا كده. CMA exam also tests some knowledge of international financial reporting standards than IFRS. When international standards diverge significantly from US GAAP, the differences are highlighted. If there is no specification between GAAP and IFRS, use GAAP. يعني بمعنى صح هو بيقول لك انت في امتحان CMA المفروض يبقى عندك some knowledge، مش هتبقى خبير. انت انا مش متوقع منك ان انت تبقى يعني برنس في الايفرز وتقول لي اصل دي في الميزانيه في الايفرز كذا ويسجد لا كذا، لا مفيش كلام من ده خالص في اليو اف سي ام اي، مش هنا خالص، تمام؟ بس لازم تبقى عارف ايه الفروقات. ولو انت هو بيقول لك لو في فروقات شاسعه ونفترض انك عارفها، يعني احنا منهجنا هو ايه؟ منهجنا جاب، يو اس جاب، تمام؟ اوكي Financial accounting differs from management accounting. What's wrong now? In favor of financial accounting with management accounting. In financial accounting, محاسبة مالية. Management accounting, محاسبة إدارية. الاثنين محاسبة. بس هدف ده غير هدف ده. هدف financial accounting هو الهدف الأساسي منه إفصاح. يعني إفصاح؟ إنك تبين أو توضح أو تدي معلومات لناس معينة أو لكل الناس بمعنى صح عن الفاينانشال بوزيشن بتاع الشركة، الوضع المالي بتاع الشركة using accounting standards. using إيه؟ accounting standards. يعني من الآخر الفاينانشال ريبورتنج ده كله أو الفاينانشال أكاونتنج ده كله معمول ليه؟ عشان تطلع بحاجة، تطلع كده بشوية ورق اسمه إيه؟ اسمه financial statements أو القوائم المالية. كل القصص دي معموله عشان تطلع بفاينانشال ستيتمنتس، تمام؟ اكيد بيساعد المانجمنت، اكيد بيساعدهم في اتخاذ القرارات، قول اللي انت عايزه، بس ده ايه؟ ده الهدف الاساسي. جميل؟ جميل. المانجمنت اكاونتنج، ايه المانجمنت اكاونتنج؟ المانجمنت اكاونتنج يا جماعه هو المحاسبه الاداريه اللي احنا هناخدها ان شاء الله في خلال السي ام اي. المانجمنت اكاونتنج هي مش بتركز للافصاح الخارجي، يعني المانجمنت اكاونتنج كعلم هي مش بتركز ان انت تطلع لك ميزانيه. هي اصلا ملهاش علاقه بالميزانيه اصلا. تطلع ميزانيه ما تطلعش ميزانيه مش مشكلتي. انا كمانجمنت اكاونتنج انا بدي تولز معينه، تولز يعني ايه تولز؟ بدي ادوات وعندي معلومات معينه بتمكن الاداره من اتخاذ قرارات داخليه. يعني زي ايه؟ زي الكوست اكاونتنج. الكوست اكاونتنج محاسبه التكاليف. محاسبه التكاليف اكيد بستعملها في الفاينانشال اكاونتنج. بس انا في الاخر مش بستعمل الكوست اكاونتنج عشان اوري الناس ان انا جامد قوي في الكوست،
لا يا جماعه انا في الكوست اكاونتنج بص تحفه. لا ان هو في الاخر ملوش دعوه بالكوستنج بتاعك، هو في الاخر فرقه ايه هيبص على القوائم الماليه ككل، مش هيبص على نظام التكاليف بتاعتك. لكن الماجد اكاونتنج هي بتعلمك نظام التكاليف، مثلا انا بتكلم مثلا كشق منها تمام. فالكوست اكاونتنج اللي هو تحت الماجد اكاونتنج هو في الاخر هيديك تولز عشان تعرف تعرف تاخد قرارات او تعرف run your business، يعني run your business يعني تمشي الشغل بتاعك، تعرف تشتغل كل يوم day to day activities تمام. فده له هدف وده له هدف، نقرا مع بعض. management accounting assists management decision making، يعني management accounting بتساعد المانجمنت في اتخاذ ايه قراراتها، planning متعرفين ايه planning تمام. and control، يعني and control انك تعمل control على الشركة بتاعتك وعلى نظام المحاسبة بتاعك. management accounting information is therefore primarily يعني يعني كأساسا directed to specific internal users، يعني management accounting هو موجه لمين او هيفيد مين من الاخر؟ specific internal users، ناس او عناصر داخليه جوه الشركه مش بره الشركه. and ideally need not follow gap. ايه ده الماجد اكاونتنج مش فولو جاب؟ ممكن ايه ده، بس ده في الاخر هتطلع ميزانيه، عارف هتعرف قدام شويه ان انت ممكن في الماجد اكاونتنج لهدف الاداره او لاهداف معينه في اتخاذ القرارات ممكن مالكش دعوه بالجاب. انا بتكلم على ايه؟ على الماجد اكاونتنج مش فاينانشال اكاونتنج. بس واحد هيقول لي حاجه، طب ما هو الماجد اكاونتنج هتطلع لي شويه ارقام، شويه الارقام دي كلها لما تضربها في الخلاط هتطلع لك ايه؟ ميزانيه لان فاينانشال اكاونتنج. فازاي ماجد اكاونتنج مش هتفولو جاب وفي الاخر الارقام اللي هتطلع منها هتخش في فاينانشال اكاونتنج وتبقى جاب؟ هقول لك الماجد اكاونتنج هيطلع لك ارقام ليك انت لنفسك، بس لو الارقام دي مش تبع الجاب او بحيد عن الجاب او دو نوت فولو جاب لازم هترجعها او تعمل حاجه عمليات تسويه او بنسميها بالانجلش ايه؟ ريكونسيليشن تمام، او ادجستنج، تظبطها او تسويها عشان في الاخر تظبطها وتبقى في الاخر جاب. يعني انت كمانجمنت اكاونتنج اعمل اللي انت عايزه اتشقلب تمام، عشان انت في الاخر معلومات المانجمنت اكاونتنج دي ايه؟ معلومات داخليه فقط. بس لو المعلومات دي مش هتبقى جاب لازم لما تيجي تعمل فاينانشال اكاونتنج تظبط الارقام عشان تظبطها مع ايه؟ مع الجاب. في درس على فكره على الموضوع ده هناخده قدام ان شاء الله، هيبين لك الفرق. بس انت من دلوقتي تبقى عارف الفرق بين الماجد اكاونتنج والفاينانشال اكاونتنج، ان دي حاجه ودي حاجه. يوزرز اوف فاينانشال ستيتمنت، هنقول ان اليوزرز قبل ما اخش في الكتاب هنقسمهم تو مين يوزرز او نوعين من الناس او نوعين من المستخدمين، يوزرز او المستخدمين تمام. خلينا نقول internal users و external users. طيب internal users زي مين؟ هي الكلمه بتقول internal يا داخلي، مستخدمين داخليين. بص يا جماعه internal users هو اي حد جوه الشركه. زي هو مين ممكن يستفيد بالفاينانشال ستيتمنتس جوه الشركه؟ الاداره. زي مين الاداره؟ الاداره العليا، مثلا زي السي اف او، السي او، الاكزيكتيفز اللي احنا الاكزيكتيفز بالعربي اللي هم المدراء التنفيذيين تمام؟ ليه؟ عشان هيعرفوا منها وضع الماليه بتاع الشركه، هيعرفوا ولا احنا شركتنا بتكسب بنخسر، لابسين في الحيطه ولا جامدين جدا تمام؟ يعني ايه؟ هيعرفوا منها معلومات ماليه عشان الاداره. مين تاني؟ خلينا نقرا الكتاب. بص انت بتكلم اليوزرز، يبقى users of financial statements to make decisions affecting the operation of the business. They mean the management. زي ما تراك المانجمنت. employees. employees اللي هم زي ايه؟ موظفين. طب هو موظف ماله بالقوائم الماليه؟ لا، هي في اوروبا ودول متقدمه الموظف بيشوف الميزانيه. انا عارف ان دي معلومه تبقى خزعبليه شويه في الشركات المصريه بالذات، يقول لك الميزانيه دي حاجه سريه محدش بيشوفها. تمام؟ طبعا هي لو شركه لست في البورصه، لو شركه مدرجه في البورصه عادي كده كده ام تلاقي اللي بتعرفها يعني، بس انت لو الشركه مش لسه في البورصه، في البورصه لا، في ساعات كتيره الاداره بتبقى مش عايزه توري الميزانيه للناس للموظفين، مع ان انا شايف يعني الموضوع مش خرافي يعني، عادي يعني الموظفين حقهم يشوفوا الميزانيه بتاعتهم.
بس الموظفين ليه يشوفوا ميزانية؟ عايز يعرف الشركة اللي هو فيه دي شركة كويسة ولا شركة وحشة، مستقبلها كويس، مستقبلها زي الزفت، البونص، البونص يا معلم تمام؟ يعني ممكن لو عملوا بروفيت قد كده، عملوا مكسب قد كده ومفيش بونص، تولع فيهم على طول. لو عملوش بروفيت ولقيت نفسك من غير بونص، انت تروح تبوس الراجل يعني تمام، تروح تبوس وتحضره وتقول له انت كتر خيرك يعني. فانت انت كموظف لا، ليك انك تعرف او ليك انك تشوف القوائم الماليه عشان تساعدك في تقييم الشركه واتخاذ قراراتك. بورد اوف دايركتورز يعني ايه بورد اوف دايركتورز؟ اللي هو اعضاء مجلس الاداره. يبقى دول مين؟ الانترنال يوزرز. نطلع فوق الاكسترنال يوزرز اللي هم هنا. الاكسترنال يوزرز اي حد مش من جوه الشركه اكسترنال يوزر. زي مين؟ الضرايب. لما هيجي يشوف ميزانيتك عشان يشوف الدنيا معتك ماشيه ازاي، ويشوف انت فعلا الدفع الضريبه بتاعتك مظبوط ولا مش مظبوط والكلام ده تمام. هيئه سوق المال مثلا، لو انت مضرب في البورصه او تغير او شركه بابليك، شركه بابليك اللي هي الشركات اللي هي ليست اللي هي مضربه في البورصه تمام. فيعني يعني خلينا نقول ريجولاتوري بوديز. يعني ايه ريجولاتوري بوديز؟ اللي هم شايف انت رقم خمسه ريجولاتوري ايجنسيز، سميها ريجولاتوري ايجنسيز اللي هي الهيئات الحكوميه او الهيئات شبه الهيئات الحكوميه تمام، او ريجولاتوري بوديز بيسموا نفس القصه تمام. خلاص الكوبايه خلصت انا اسف تمام. خلينا ناخدها بالترتيب عشان بس ايه ما نتوهش. يبقى اول واحد مين؟ انفستورز. يعني ايه انفستورز؟ المستثمرين. في نوعين من الانفستورز، الكرنت انفستورز اللي هم المستثمرين الحاليين. يعني ايه المستثمرين الحاليين؟ اللي هو الراجل اللي اوريدي عنده استثمار جوه الشركه. وفي البوتنشال انفستور. البوتنشال انفستور اللي احنا بنسميه المستثمر المحتمل. يعني انا كده معايا شويه فلوس قلت لا انا عايز استثمر في البورصه. طب استثمر فين؟ استثمر فين؟ طب الشركه دي شكلها حلوه، وريني كده ميزانيتها. بفتح كده ميزانيه، دي حلوه تعالى نستثمر فيها، او لا دي ده شركه مضروبه افكس منها تمام. ده اسمه بوتنشال انفستور اللي هو لسه هيستثمر لو في احتمال يستثمر. لكن الكرنت انفستورز اللي هم المستثمرين ايه الحاليين، ده رقم اول حاجه. تاني حاجه الكريتورز. يعني ايه الكريتورز؟ الكريتورز الجماعه اللي هم الديانه. زي مين؟ زي البنوك. البنك، الناس اللي شغاله في البنوك او الناس اللي واخده كود من البنوك هتبقى تعرف ان البنوك بيحتاج منك الميزانيات بتاعتك، القوائم الماليه بتاعتك كامله، ويقول لك مثلا عايزها مثلا الخمس سنين اللي فاتوا مثلا تمام. ليه؟ عشان عايز يعرف انت شركتك كنت كسبان ولا خسران الفتره اللي فاتت، وضعك المالي ايه، الكاش فلو اللي هو الكاش فلو التدفق النقدي، السيوله بتاعتك الليكويتي والسولفنسي، الحاجات اللي انا شرحتها المفروض وانت هتشرح تاني ان شاء الله. فالكريتورز او الناس الديانه عايز تعرف، بيبقى محتاج الفاينانشال ستيتمنتس عشان تعرف تقيم وضعها وتشوف دي الشركه دي لا قويه وهتعرف هتعرف تسدد الفلوس اللي عليها، او الشركه دي مضروبه وشكلها كده مش هناخد فلوسنا. نبتدي بقى ايه نحضر نفسنا ان احنا هنخش في ايه؟ في اجراءات تصفيه بقى والكلام ده. فاينانشال ادفايسرز اند انالستس. فاينانشال ادفايسرز اللي هم ايه؟ الفاينانشال ادفايسرز اللي هم الاستشاريين، الاستشاريين الماليين. زي مين مثلا؟ زي بتاع البورصه مثلا، او زي انت عارف مثلا لما في شركات استثمار، شركات مثلا كان في الثقافه دي مش موجوده قوي في مصر، بس في شركات برضه في مصر. يعني عامه البورصه في مصر اصلا مش يعني مش بورصه بمعنى كلمه بورصه يعني تمام. فيعني خلينا نقول ان في شركات كتير اللي هي شركات السمسره تمام، شركات سمسره، الشركات السمسره اللي هي ممكن تاخد منك فلوسك، تقول لك والله انا هستثمرك في البورصه، انا راجل عندي رؤيه، بشوف عارف الماركت، عارف السوق، عارف امتى استثمر هنا وامتى استثمر هنا، وبيعمل حاجه اسمها دايفرسيفيكيشن. دايفرسيفيكيشن تنوع، يعني يقول لك بص انا مش هحط لك البيت كله في سله واحده، يعني مش هستثمر لك كله مثلا في شركه واحده، لا ده انا هوزع لك المخاطر وهستثمر لك حبه هنا وحبه هنا عشان لو دي وقعت دي تشيل. فيعني دي شركات بيبقى عندهم ناس اسمهم فاينانشال ادفايسرز اللي هم الاستشاريين بتاعهم. استشاري ده بيبقى بيحتاج الميزانيه عشان بياخد بقى الميزانيه وبيلعب بيها بقى، بيطلع منها شويه ريشيوز كده، بيطلع منها شويه ريشيو. ريشيو بالعربي يعني ريشيو،
يعني معادلات. يعني مثلا اقول لك مثلا الريشيو بتاعت اللي مثلا الريتيرن اون اسيتس، الريتيرن اون اسيتس اللي هو العائد على ايه، العائد على الاصول، دي ريشيو معينه تمام. يعني ما انا صح بيشوف شويه ارقام كده وشويه حسابات، فمن الاخر بيعرف الشركه دي حلوه ولا وحشه. ستوك اكسشينجز، ستوك اكسشينجز اللي هي زي البورصه تمام، ده زي البورصه بيحتاجوا طبعا الحاجات دي كنوع من انواع لازم كقوانين البورصه، مش في مصر بس في اي شركه اي دوله في الدنيا لازم ياخدوا كل الميزانيات بتاع كل الشركات وبيحطوها عندهم للشفافيه بقى، والناس تبقى عندها معلومات عن كل الشركات عشان انت انت كمستثمر تعرف انت ايه اللي استثمرت فيه ده والدنيا ماشيه ازاي. دول الاكسترنال يوزرز بتوع كده. Features of financial statements. يعني features. Features يعني خصائص. بص يا ما، دايما قلت لكم ان financial statements are the primary means of communicating financial information to external parties. القوائم المالية هي الطريقة الأساسية للتواصل، التواصل المالي أو إنك توصل معلومات مالية لل external parties. External parties اللي هم مين؟ اللي هم الناس اللي اي حد خارجي غير خارج الشركه. Additional information is provided by financial statements notes, supplementary information and other disclosures. Information typically disclosed in notes is essential to understanding the financial statements. لو تفتكروا المره اللي فاتت انا قلت لكم ايه، ان الاصول لو تفتكروا المره اللي فاتت انا قلت لكم ان القوائم الماليه هي عباره عن ايه، عن خمس حاجات: balance sheet, income statement, equity, cash flow والديسكلوجرز او ايه النوتس. النوتس اللي هي ايه، اللي هي الايضاحات المتممه للقوائم الماليه. فالايضاحات الايضاحات المتممه دي هي جزء لا يتجزا منين، من القوائم الماليه. اي حد يقرا ميزانيه بالعربي هتلاقي كده مكتوب اخر بق ده كده فين، في بعد او في اول كل قائمه او في القوائم الماليه بيكون كده. الايضاحات المتممه هو جزء لا يتجزا من القوائم الماليه اللي هو ده. The notes are considered part of the basic financial statements. يعتبر جزء من القوائم المالية بتاعتك. They amplify. Amplify يوضح أو يوضح أكتر. Or explain يوضح تمام. Information organized in statements and are an integral part of statements prepared in accordance with GAAP. ويعتبر جزء لا يتجزأ من إيه؟ من القوائم المالية. تمام؟ طب جميل أوي. Financial statement notes should not be used to correct improper presentation. يعني من الاخر financial statement notes اللي تحط لازم بتبقى صحيحة وبتبقى زيها، بتبقى يعني بتعد عن الارقام اللي موجودة فين في القائمة نفسها. يعني ما ينفعش يكون في تضارب، دي حاجة ودي حاجة، ودي ماشية ودي ماشية بسكة ودي ماشية بسكة. A full set of financial statements include the following statements. لو قلت لك كده. Statement of financial position اللي اسمها balance sheet. انا على طول بقول balance sheet balance sheet balance sheet، ده الاسم الدارج ليها، بس هي ليها ممكن يبقى اسمها balance sheet او اسمها statement of financial position. يعني الاثنين صح. يعني انت ممكن تلاقي في شركات بتسميها statement of financial position او تلاقي في ناس بتسميها ايه؟ balance sheet. الاسم الدارج اكتر هو ايه؟ هو البالانس شيت تمام؟ تاني حاجه الانكم ستيتمنت. بصوا يا جماعه هنا انا برضو في حد كان بعت لي على الجروب بتاع سي ام اي على الحته دي بالذات. ركزوا معايا شويه عشان هنا بيقول كلام غير اللي بقوله. انا قلت لكم ان هم خمس اجزاء صح؟ هنا هو عايزهم خمس اجزاء بس مختلفين غير اللي قلته. يعني انا قلت اول حاجه البالانس شيت اللي هي نمبر 1، تاني حاجه الانكم ستيتمنت اللي هي نمبر 2، تالت حاجه الايكويتي اللي هي نمبر 4 هنا، خامس حاجه او رابع حاجه عندي اللي هي الكاش فلو اللي هي رقم 5، وخامس حاجه اللي هي النوتس اللي هو مش كاتبها اصلا تمام. هنا هو حاشر حاجه اسمها ستيتمنت اوف كومبرهنسيف انكم. اول حاجه عايز اقول لكم عليها عشان السؤال ده اتسالته على الجروب، الستيتمنت اوف كومبرهنسيف انكم مش هي النوتس، مش هي الديسكلوجرز، لا الديسكلوجرز هي الايضاحات ودي بتيجي بعد الاربع قواعد. وما ليه بقى statement of comprehensive income دي؟
ده جزء مكمل لقائمة الدخل، جزء مكمل لقائمة الدخل. حين أقول لك إن هو جزء ممكن يبقى أذان شوية أو ليفل عالي شوية دلوقتي، هناخد يعني هناخد حاجات منه، بس مش هناخده بالتفصيل. إن السي إن إيه سكوب بتاعه أو الجزء اللي أنت المفروض تفهمه في سي إن إيه مش هيبقى، مش هتاخده بالتفصيل قوي من ستيتمنت أوف كومبريهنسيف إنكم. بس خليني أقول لك إن ستيتمنت أوف كومبريهنسيف إنكم هي بتعمل نفس الشغل بتاع الإنكم ستيتمنت، بس فيها معالجات محاسبية أكتر شوية. تمام؟ يعني في معالجات محاسبية بتخش في ستيتمنت أوف كومبريهنسيف إنكم. تمام؟ للتبسيط دلوقتي خلينا نوضح الدنيا، وأنا أكنك شايف ستيتمنت أوف كومبريهنسيف إنكم. كبر دماغك منها شوية، لما هتيجي معايا في المنهج هقول لك هتيجي فين. تمام؟ ومش هتيجي كتير، يعني أنا ممكن أقول لك إن هي مش هتيجي كتير قوي. تمام؟ يعني عشان نوحد الدنيا وعشان عشان نتفق، الخمس عناصر بتوع الفاينانشال ستيتمنتس اللي انا قلتهم مليون مره: بالانس شيت، انكم ستيتمنت، ايكويتي ستيتمنت، كاش فلو، والديسكلوجرز او النوتس تو ذا فاينانشال ستيتمنت. تمام؟ انسى بقى المكتوب دلوقتي. طيب دي يوسفل انفورميشن. قال لك يا جماعه خلي بالك الفاينانشال ستيتمنت مجموعه زي ما اتفقت برضه، خلي بالكوا ان انا بحاول اقرا معاك، بس انا في حاجات ما بقراهاش بالتفصيل. ما زي ما قلتلكوا صعب اقرا كل سطر بالتفصيل. فلو في حاجات بقراها وبعديها اقراها مع نفسك، لازم تقرا. الكتاب كله لازم يتقرا. بس انا بحاول اقرا لك كل الحاجات الكي، كل الحاجات الاساسيه اللي انت لازم تفهمها. To be useful عشان يبقى المعلومه ليها لازمه. Information presented in financial statements must be relevant. يعني ايه relevant؟ يعني تبقى ملائمه او مناسبه. وfaithfully represented يعني معروضه بطريقه صحيحه. تمام؟ او صادقه بمعنى صح. To enhance usefulness عشان تتحسن من مدى كفاءه المعلومات اللي انت بتاخدها. The information should be comparable with similar information يا اما with other entities يا اما with same entity for another period. بص يا جماعه، شايف انت السطر ده؟ ولا كانك شايفه دلوقتي. ليه؟ مش عشان هو مش مهم، لا، عشان هو بيديك حاجه بسيطه قوي. قدام شويه ان شاء الله في غالبا اليوم اللي جاي هناخد ازاي نقارن الميزانيه بتاعتك او القوائم الماليه بتاعتك بالقوائم الماليه الثانيه، وايه الحاجات اللي انت ينفع تقارن بيها. يعني هو هنا كاتب ان انت ممكن تقارنها بـ other entities زي شركات ثانيه او الشركه بتاعتك، بس ايه؟ تواريخ سابقه. انا هغلب التفصيل بس في اليوم اللي جاي، فاكنك مش شايف دلوقتي. بس خلينا نقول انت الميزانيه بتاعتك او القوائم الماليه بتاعتك انت المفروض بتقارنها بحاجات تانيه، سواء بقى بتقارنها بشركات تانيه او بتقارنها بالاداء بتاعك السنين اللي فاتت. يعني هناخدها بالتفصيل قدام. Thus comparability allows users to understand similarities and differences. Comparability اللي هي المقارنه، اللي هي دي comparability اللي هي ايه؟ المقارنه، انك تقارن ارقامك، انك تقارن ارقامك بارقام ارقامك القديمه او ارقام حد تاني، بيخليك تفهم اكتر الدنيا ماشيه ازاي. يعني انت مثلا سي مثلا انت كسبت نت بروفيت يعني صافي ربح بعد الضرايب والمستنقعات، من الاخر كده كسبت كام؟ مثلا سي مثلا مليون دولار. فانت فرحان بقى، انت كسبت مليون دولار، بس انت عامل استثمار 10 مليار مثلا، يبقى انت عامل 10 مليار عشان تكسب في الاخر مليون. طبعا ده ولا حاجه. لكن مثلا لو انت عامل استثمار 10 مليون عشان تكسب مليون، لا ده ايه؟ حاجه كويسه. يبقى الارقام لوحدها مش هيبقى ليها معنى قوي، لازم الارقام لوحدها دي تقارنها بحاجه، تقارنها بحاجات كتيره بقى. ايه المقارنات؟ هناخدها قدام، استنى شويه. Financial statements are prepared under the going concern assumption. يعني ايه؟ يعني financial statements يا جماعه انا بعد القوائم الماليه بتاعتي على اساس ان في حاجه اسمها going concern. going concern هي مبدا الاستثماريه، مبدا الاستمراريه. مبدا الاستمراريه في المحاسبه معناها ان الشركه انا عندي افتراض ان الشركه مكمله معايا. يعني الشركه مش في مرحله تصفيه، الشركه مش في مرحله تصفيه. معلش انا بوست خالص الساعه ضربت لي دماغي. تمام؟ الشركه مش في مرحله تصفيه، الشركه مش تتباع، الشركه مفيش فيها اي حاجات significant يعني حاجات جوهريه تاثر على استمراريتها. فانا لما بعد القوائم الماليه بعدها على ايه؟ على مبدا
الاستمراريه. معنى كده لو شركه بتصفي مش هتعمل قوائم ماليه، لا هتعمل قوائم ماليه بس هتعملها بطريقه تانية شويه، مش هكلكع لك الدنيا اقول لك ازاي، بس هتعمل قوائم ماليه بس بتاخد في اعتبارها ان هي ايه تحت التصفيه. تمام؟ طيب كل ده انا قلته، كل الكلام ده انا قلته يعني هتلاقي قلته في السكه. في حاجات انا يعني يعني هجريها كده كده هتشرح قدام الكلام ده كله انساه. طيب accrual basis of accounting، احنا عندنا بقى اسم نظام اسمه نظام الاستحقاق. يعني ايه نظام الاستحقاق؟ نظام الاستحقاق في المحاسبه معناها في نظامين في الدنيا في الاكونتنج، في نظام اسمه الكاش بيزز اللي هو النظام النقدي، وفي نظام اسمه نظام الاكرولز اللي هو نظام الاستحقاق. اكرول بيزز وكاش بيزز، اكرول بيزز اللي هي نظام الاستحقاق، وكاش بيزز اللي هو ايه نظام النقدي. كمحاسبه او كمعايير محاسبه مفيش حاجه اسمها كاش بيزز، كاش بيزز ده اللي عنده هناك. تمام؟ بس ليه انت بتدرسه؟ عشان في شركات صغيره جدا او الشركات اللي بتبقى على نطاق صغير جدا، مش هتكلم على الشركات الكبيره، لا انا بتكلم على الشركات الصغيره، ساعات بتستعمل الكاش بيزز بيبقى اسهل لها شويه، بيبقى صعب عليهم يعمل اكرول بيزز. طبعا حسب كل دوله وحسب هل الضرايب هتقبل بالموضوع ده ولا هتقبل بالموضوع ده، بس احنا كعلميا في نظامين للمحاسبه، واحد فيهم معترف بيه في نظام المحاسبه اللي هو الاكرول بيزز، تاني واحد اللي هو الكاش بيزز انت بتعرفه وممكن تشتغل بيه زي ما عايز، بس في الاخر مش هيتقبل كمحاسبه. في ناس بتعمل ايه؟ بتشتغل كاش بيزز، بس دي الشركات الصغيره جدا. تتكلم بقى مثلا على ايه؟ على سوبر ماركت صغير، يعني بص يعني اللي هو يعني اخره هيبيع باكو بسكوت نص جنيه، انا ايامي كان بنص جنيه، ما اعرفش بكام دلوقتي. تمام؟ فيعني انت بتتكلم بقى على حاجات ايه؟ صغيره جدا. تمام؟ لكن مثلا شركات كبيره ما ينفعش فيها كاش بيزز، وحتى السوبر ماركت الصغير ابو كاش بيزز ده في الاخر لازم يشوف لازم يعمل تسويه لو هيطلع قوائم ماليه، لو هيطلع يعني او لو هيتحسب ضريبيا، وفي الاخر هيشتغل اكرول بيزز برضه حسب برضه قانون البلد، ان كل بلد بتختلف كقانون ضرايب وحاجات كتير جدا. بس مبدئيا ايه اللي معترف بيه في القوائم الماليه او في معايير المحاسبه؟ هو الاكرول بيزز. الاكرول بيزز اللي هو ايه؟ اللي هو نظام الاستحقاق. ايه نظام الاستحقاق ده؟ هناخده بالتفصيل قدام شويه. يبقى financial statements are prepared under the accrual basis of accounting. Accrual accounting records the financial effects of transactions and other events and circumstances when they occur rather than when their associated cash is paid or received. يعني ايه الكلام ده؟ نظام الاستحقاق يا جماعه هو بيعترف بالايراد او بالمصروف باستحقاقه، واحد اسمه نظام الاستحقاق. يعني انا مثلا هستحق ايراد بس لسه ما خدتش فلوسه، يعني بعت بيعه مثلا تمام ولسه ما خدتش فلوسها، نظام الاستحقاق يقول لك ايه؟ اعترف بالايراد. هتعترف بالايراد؟ اه. طب انا لسه ما خدتش نقديه، لسه ما خدتش فلوسي، ما فيش مشكله، بس هتعترف بالايراد، وهتعترف مقابل له حاجه اسمها مدينون تجاريون او بالانجلش اللي هي الاكونتس ريسيفبل. تمام؟ اللي هو ده حق ليك انك تاخد فلوس، اكنك عايز فلوس من حد، بس ايراد هتعترف بيه. نفس الكوستال اكسبنسز، انت جات لك فاتوره كهرباء، فاتوره الكهرباء جت عن فتره معينه لسه ما رفعتش الفاتوره، اتاخرت بقى، كبرت دماغك، لسه شويه على ميعاد الدفع، بس في الاخر ايه؟ الفاتوره جات لك وانت المصروف تكبدته، اسم تكبد المصروف. تمام؟ فانت الاكسبنس از انكيرد اسمه انكيرد، تكبد المصروف، وخلاص المصروف انت استفدت بيه، لسه ما دفعتش فلوسه. هل هعترف بالاكسبنس او مش هعترف بالاكسبنس؟ هعترف بالاكسبنس. ليه؟ لسه ما دفعتش فلوسه، ماليش علاقه بالفلوس، انا بتكلم على هل انت استفدت من الخدمه وتكبدت المصروف ولا لا؟ ايوه، لسه ما دفعتش فلوسه، ده موضوع تاني. كمحاسبيا هناخده قدام، هنشوف هيتعامل ازاي محاسبيا، بس انت كنظام محاسبه الايراد تعترف بيه وقت اعتراف او وقت حدوثه، والمصروف تعترف فيه وقت حدوثها ريجاردلس. يعني ايه ريجاردلس؟ مالهاش علاقه بايه؟ بالكاش، سواء الكاش دفعته او كتبته لسه مالهاش علاقه. تمام؟
شايف انت الكيميائي 1 و 2 مهمين جدا. Revenues are recognized in the period in which they were earned even if the cash will be received in future periods. يعني الإيراد بتاعي هتعرف بيه في الفترة اللي تم اعتراف الإيراد اللي تم الاعتراف بيه حتى لو انت ما خدتش ايه الفلوس هتاخد الفلوس في مرحلة مستقبلية او في فترة مستقبلية بعديها. Expenses are recognized in the period in which they were incurred. يعني ال expenses هتعترف فيها في الفترة اللي انت تم تكبد فيها المصروف. Even if the cash would be paid in future period. Okay. بص النوت. Under the cash basis النظام التاني اللي هو اسمه cash basis. Revenues are recognized when the cash is received. And expenses is recognized when the cash is paid. النظام النقدي او النظام النقدي اللي بقولك عليه اللي هو مش معترف بيه المحاسبه ده يقول لك ايه؟ هعترف بالايراد لما الفلوس تجي لي وهعترف بالمصروف لما طلع الفلوس. طب انت بقى الفلوس جا انت بقى الايراد جه ماليش دعوه انا جات لي فلوس انت جات لي النهارده يبقى هعترف الايراد النهارده. انت الفلوس طلعت النهارده يبقى المصروف طلع النهارده. انت بقى جات انا استفدت بالخدمه انت ماليش دعوه. انا النهارده دفعت الفلوس يبقى النهارده مصروف. النهارده جات لي فلوس يبقى النهارده ايراد تمام؟ لكن حته بقى الحاجه الفلوس الايراد جاي امتى وامتى مفيش كلام من ده تمام. بس ف يبقى النوت اللي هنا يا جماعه النوت بتقول ايه؟ Under the cash basis revenues are recognized when cash is received and expenses are recognized when cash is paid. زي ما قلت النظام النقدي ملوش دعوه بالفتره اللي تم فيها استحقاق ان انت المفروض تاخد الريفنيو او تتكبد الاكسبنس. هو له علاقه بيورلي بايه؟ بالفلوس، الفلوس دخلت امتى وطلعت امتى؟ والكلام ده مش يو اس جاب، الكلام ده ما ينفعش في معايير المحاسبه. Under جاب financial statements cannot be prepared under the cash basis of accounting. تحت الجاب الفاينانشال statements ما ينفعش يتم اعدادها تحت الايه؟ تحت النظام ده. اوكي؟ طيب. بصوا معايا الكتاب هنا حلو في الطريقه في حاجه كويسه جدا. بعد في نفس اليونت يعني كود لسه في يونت 1. بعد كل حته يقول لك ايه؟ انت خلصت الحته دي انت ممكن تحل من واحد لثلاثه في المالتيبل تشويس كويشنز الاختيارات. يعني انت الحته اللي انت خلصتها دي عليها اسئله من واحد رقم كام؟ رقم ثلاثه وهتلاقيهم بالترتيب يعني اللي بعديها هتلاقيها مثلا من اربعه وهكذا تمام؟ من اربعه مثلا لعشرة وهكذا. فانت وانت بتذاكر عايز مثلا تخلص الحته دي وبعد كده تحل من واحد لثلاثه عشان تقفل بمعنى صح الحته اللي انت ذاكرتها مفيش مشكله. عايز تخلص اليونت كله وبعد كده تحل مره واحده ما عنديش مشكله الاثنين بالنسبه لي كويسين تمام. طيب نكمل. Statement of financial position الكلام اللي انا هقوله النهارده ده اوريدي قلته المره اللي فاتت لما وريتكم ازاي نعمل البالانس شيت والانكم ستيتمنت والحاجات دي كلها. فالنهارده ان شاء الله جاست هوريكم من الكتاب الحاجات اللي احنا ايه قلناها المره اللي فاتت تمام. يبقى statement of financial position او balance sheet. The statement of financial position also called the balance sheet reports the amounts of assets, liabilities, equity and the relationship at a moment of time such as the end of the fiscal year. It helps users to assess تقيم liquidity, financial flexibility and risk. طيب بص يا جماعه ذا بيز اكاونتنج فاكرينتوا المعادله المحاسبيه المشهوره اللي احنا بنسميها المين اكاونتنج ايكويشن اللي هي الاصول الاسيتس بتساوي ايه؟ اللايبيلتيز بلس ايكويتي تمام؟ وقلنا شرحنا الموضوع ده المره اللي فاتت اليمنت اوف ذا بالانس شيت. البالانس شيت يعني ايه؟ اسيتس لايبيلتيز وايكويتي. اسيتس ار ريسورسز كنترول باي ذا انتيتي هي الموارد اللي اي شركه تتحكم فيها. هي ما تعتبرش ايه؟ ما تعتبرش ملكيتك. فاكرين الاكزامبل اللي قلناه اللي فاتت؟ لو انت عندك اجنس عربيات في 10 عربيات سبعه منهم جايبهم بكود وثلاثه جايبهم بفلوسك فال10 كلهم يعتبروا اصول مع ان في منهم جزء جبته عن طريق قروض وجزء جبته عن طريق ايه؟ جبته عن طريق ملكيتك. بس في الاخر التوتال ال10 كلهم يعتبروا ايه؟ اصولك. تمام؟ يبقى الاسيتس are resources controlled by the entity as a result of past events.
they represent probable future economic benefit to the entity. مهمة أوي الجملة دي. They represent probable future economic benefit to the entity. هم يمثلوا منافع اقتصادية مستقبلية للشركة. يعني أنت من الأصول دي هيجي لك منها منافع مستقبلية. يعني أنت مثلا لما تجيب عربية ليه؟ عشان هتستخدمها في المستقبل. عندك مبنى بتعمل بيه إيه؟ هتستفيد منه في المستقبل. يبقى هو حاجات بتستفيد منها في المستقبل. زي ايه؟ زي الانفنتوري، المخزون، اكاونتس ريسيفبل، المدينين التجاريون، انفستمنتس، الاستثمارات، بروبرتي بلاند اكويبمنت اللي هي المعدات والاصول الثابته والحاجات دي كلها. لايبيليتيز، لايبيليتيز اللي احنا قلناها اللي هي التزامات، ار بريزنت اوبليجيشنز اوف ذا انتيتي ارايزنج فروم باست ايفنتس. يعني هي تعتبر الالتزامات الحاليه اللي على الشركه نتيجه احداث سابقه. يعني انت في السابق اخدت قرض او اشتريت بالاجل او whatever، فبقى عليك ايه؟ بقى عليك obligation، عليك التزام. Their statement is expected to result in outflow of economic benefit from the entity. يعني انت عشان تسطلهم او عشان تسطل them، يعني عشان تسطل يعني عشان تدفعهم بمعنى صح، متوقع ان انت هيطلع من عندك outflow. outflow يعني تدفقات خارجة من عندك، من الموارد اللي عندك، سواء تطلع فلوس بقى، سواء تدير مخزون، اي ما صح انت هتدفع اصلا من عندك عشان تدفع الالتزام اللي عليك في ميعاده. تمام؟ زي ايه؟ زي اللونز، بونز اللي هي السندات، او اكاونتس بيبل اللي هي الدائنون التجاريين. ايكوتي اللي هي ايه؟ ايكوتي اللي هي الملكيه بتاعتك، اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن الاصول بتاعتك ناقص التزامات. فهي بنسميها ريزيديوال انترست اوف ان اسيتس and of the entity after subtracting all its liabilities. يعني الكلام ده ايه؟ الاصول ناقص الالتزامات، الاصول ناقص الالتزامات يديك ايه؟ ملكيه. فانت يعتبر تعريف الملكيه هي عباره عن، هي تعتبر هي الاصول اللي عندك بعد ما تشيل منها ايه؟ كل الالتزامات اللي عليك. حتى في ناس بتسمي الاصول، او سوري، في ناس بتسمي الايكوتي هي النت اسيتس، نت اسيتس او صافي الاصول. ما يعني الاسم ده ممكن يبقى misleading، او يعني ممكن يبقى الاسم ده في ناس تتلخبط فيه شويه، بس يعني خلينا نقول الايكوتي هي تبقى ايه؟ هي الاصول بتاعتك بعد ما تشيل كل الالتزامات اللي عليك. تمام؟ بالنسبه يا جماعه الايكوتي، انا عايز كده اشرح حاجه بسيطه في الايكوتي. خلينا شايفين الانفستمنت، شايفين الانفستمنتس والديستريبيوشنز، شايفين الاثنين دول؟ هشرحهم قدام شوية، همشي معايا شوية هشرحهم لك. تمام؟ فاكر المرة اللي فاتت لما قلت لك الميزانية كان فيها assets و liabilities و equity؟ حلو قوي. جوه لو تفتكر قلت لك لازم في الآخر التوتال assets، التوتال هنا يبقى قد التوتال ايه؟ liabilities بلس ايه؟ equity. حلو قوي. في حاجة ما قلتهاش المرة اللي فاتت هقولها المرة دي. ترتيب الأصول. ترتيب الاصول بتاعتك يا جماعه، هل ينفع مثلا ادي الاسيتس اهي، شايف انت في معايا في الكتاب، هو بدا بالكاش، بعد كده انفستمنتس، بعد كده اكونتس ريسيفبل، بعد كده انفنتوري، بعد كده بريبيد اكسبنسز، بريبيد اكسبنسز اللي هي مشروع مدفوع مقدما، بعد كده بروبرتي بلاند اكويبمنت اللي هي الاصول الثابته، بعد كده وهكذا. ليه ما بداش بالبروبرتي بلاند اكويبمنت اللي هي الاصول الثابته؟ ليه ما بداش بيها هنا قبل الكاش؟ قال لك عشان ترتيب الاصول بيجي له ترتيب معين. يعني قال لك مبدئيا الكاش، سوري، مبدئيا الاصول بتتقسم لنوعين او بنصنفها تصنيفين، current assets، شايف معايا current assets و non current assets. current assets اللي هي الاصول الجاريه، تمام، الاصول ايه؟ الجاريه او الاصول قصيره الاجل، الاسم صح، اصول الجاريه. تمام؟ ومن كارنت اسيتس اللي هي الاصول ايه؟ غير جاري، او الاصول طويله الامل. تمام؟ يعني ايه الكلام ده؟ الكارنت اسيتس هي تعرفها هي الاسيتس اللي هي كان بي كونفرتد انتو كاش within 1 year. تمام؟ يعني ايه within 1 year؟ يعني هي الاصول اللي انت ممكن تقدر تحولها لنقديه في خلال سنه، في خلال سنه من تاريخ اصدار الميزانيه. يعني بمعنى صح، الكاش هو كاش وخلاص، هو طبيعته كاش، فيتحط اول حاجه.
بعديها investments. مش كل الاستثمارات هتلاقي حتى لو تاخد بالك ان هنا investments حطيتها في الكارنت وحطيتها في النون كارنت. ليه؟ انت ممكن يكون عندك investments استثمارات قصيره الاجل اللي هي زي اللي هي حاجات السريعه انت ممكن تحولها للكاش بسرعه، وفي عندك استثمارات نون كارنت اللي هي مثلا بتبقى عندك مثلا لمده 4 5 سنين جايين حسب نوع الاستثمار. accounts and note receivables اللي هي المدينون تجاريون او سندات القبض، سندات القبض اللي هي النوتس ريسيفبل او بيسموها سندات القبض. لو سند القبض هتاخد فلوس خلال سنه يعتبر ايه؟ current. لو اكتر من سنه يبقى ايه؟ non current. inventory، بص يا جماعه inventory اغلبها تبقى current. مفيش حد بيجيب inventory عشان يقعد معاه اكتر من سنه، يعني كبزنس وايز حتى يعني كبزنس ما صعبه، بس ممكن تشوفها، ممكن يعني انت ممكن في واقع عملي تشوفها ساعات، بس ممكن تقول 90 او 95% من المخزون لازم بيتحط فين؟ في الاصول، الاصول الجاريه تمام، او current assets تمام. prepaid expenses نفس القصه، خلي بالك prepaid expenses حسب، لو انت المصروف المدفوع المقدم ده لفتره سنه جايه هيتحط في current، لو هو اكتر من سنه هيتحط فين؟ في النون كارنت. يبقى انت عندك الاصول كارنت ونون كارنت، الكارنت اللي هي هتستخدمه او هيتحول لكاش كل سنه، والنون كارنت اللي هو ايه؟ اكتر من سنه. ده بالنسبه للاصول. يبقى ترتيب الاصول يتحط كارنت وبعد كده نون كارنت. طب وفي الكارنت نفسه احط الانفنتوري الاول ولا الكاش؟ لا الكاش. ليه؟ عشان انا برتب الميزانيه بتاعتي حاجه اسمها الليكويديتي، الليكويديتي اللي هي السيوله. أني نص سيولة أكتر؟ الكاش ولا الانفنتوري؟ الكاش اللي هو أصلا بطبيعته مقبلة غير الانفنتوري. يبقى أنت الكاش أول حاجة عشان ده أكتر حاجة فيها سيولة مقبلة، بعديها الاستثمارات اللي ينفع تتحول بسرعة الكاش، بعديها الريسيفبل، بعديها الانفنتوري وهكذا. ده الترتيب الطبيعي للميزانية، ده حسب إيه؟ بالليكويديتي. شايف أنت شايف أنت الكلمة دي؟ أو شايف أنت السطر ده؟ بص معايا، assets are generally reported in order of liquidity، يعني الترتيب ايه؟ السيوله بتاعتها. liabilities نفس القصه، liabilities بقى حسب ايه؟ مفيش بقى liquidity هنا. liabilities حسب الديو ديت، يعني حسب الديو ديت؟ يعني لو انت عندك برضه liabilities فيها current و non current. current هي الالتزامات اللي انت هتدفعها او مستحق عليك في خلال سنه. ال non current هي الالتزامات اللي عليك بس هتدفعها بعد سنه من دلوقتي. طبعا بعد سنه من ايه؟ من تاريخ الميزانيه. الايكوتي هشرحها قدام بتفصيلها شويه، كمان يمكن شويه. طيب شايف انت تعريف الكرنت والنون كرنت. An asset is classified as current on the statement of financial position if it's expected to be realized in cash or sold or consumed within the entity's operating cycle or one year whichever is longer. تمام؟ ايه حوار الاوبريتنج سايكل ده؟ انا ما قلتش اوبريتنج سايكل. بص يا جماعه، القاعدة العامة اللي هي في خلال سنة، يعني انت الاسيت الاصل بتعترف بيه ان هو current يعني جاري، لو انت هتستخدمه او هيتحول لكاش في خلال سنة او operating cycle دورة تشغيلية whichever is longer. يعني ايه دورة تشغيلية؟ دورة تشغيلية هي البيزنس بتاعك انت، البيزنس بتاعك انت عشان تعمل عملية، يعني لو انت مثلا سيب مثلا مثلا بتصنع حاجه، لو تصنيع الحاجه دي من يوم ما بتبتدي تصنيع لحد الحاجه دي تخلص، دي اسمها اوبريتنج سايكل. تمام؟ لو العمليه دي بتاخد اكتر من سنه فانت هتقيس على الاوبريتنج سايكل، لو العمليه دي بتاخد اقل من سنه يبقى انت اقصى حاجه عندك ايه؟ سنه. بس يعني خلينا اقول لك 99.9% من الحاجات اللي انا بشوفها في الواقع العملي هي سنه. سواء اوبريتنج سايكل مش اوبريتنج سايكل، هي بتبقى سنه في الاغلب. ان انت السنه دي بتحتاجها لحاجات تانية كتير. تمام؟ فانت يعني كمعيار هو بيقول لك اوبريتنج سايكل او سنه الاطول، بس في الواقع العملي هي سنه. طيب كل ده انا شرحته، كل ده انا شرحته نون كارنت اسيت. نفس القصه كارنت لايبيلتيز، كل ده على التجديد دلوقتي. كلها تقراه، كلها تقراه، كلها حضرتك تقراه، يعني اقراه.
والانستغرام عنده هو قرايه فيبقى وحش ف يعني اللي هو ايه قراءه اللي هم بيكتبوها وفي الاخر ما يتقراش. لا الكلام ده مهم جدا. طيب ايكوتي انا قلت ايكوتي هشرحها كمان شويه. كل ده بعد كده البالانس شيت اليمنت البيرمنت اكونت برضه هشرح دي. استنى شويه على حته البيرمنت اكونت دي الديسكلوجرز الليميتيشنز. طيب انكم ستيتمنت انا هخش في الانكم ستيتمنت لسبب انا عايز اشرح لك حته في الانكم ستيتمنت وبعد كده هعمل لينك بينها وبين شويه الكلام اللي انا عديته في البالانس شيت. بس اقطع عليا شويه في الانكم ستيتمنت انا عايز اخش معاك الانكم ستيتمنت لسبب معين. بص يا جماعه انا هنا هشرح لك حاجه على الاكسل شيت. الانكم ستيتمنت لو تفتكر الانكم ستيتمنت هي عباره عن قايمه الدخل بتاعك. الانكم ستيتمنت لو الناس تفتكر انا قلت لكم المثال الاشهر او الحاجه البيزكس اللي هي ايه؟ ريفينيوز ماينس بلس اكسبنسز دي كده ده كده يعني ده كده احنا كده بنهزر تمام؟ كده انت بتهزر في الايكو ستيتمنت. ده كده الناس اللي هي ايه؟ اللي ما عدتش على كليه التجاره او ما شافتش حاجه في المحاسبه او بالنسبه لها المحاسبه دي زيها زي الروسي بالظبط تمام؟ الكلام ده فيكس تمام؟ ايه بقى الايكو ستيتمنت الصح؟ هنعمل الايكو ستيتمنت مع بعض. هنعمل الايكو ستيتمنت مع بعض. بص يا مبدئيا الانكم ستيتمنت بتبتدي بالريفينيوز. الريفينيوز بتاعتك الريفينيوز بتاعتك اللي هي ايه؟ الايرادات. الايرادات الريفينيوز بتاعتك سيبني مثلا 15 مليون الريفينيوز. يبقى الريفينيوز هي الايرادات بتاعتك كل الايرادات خلال السنه. كان الانكم ستيتمنت اضاف او فور ذا بيريد. ليه ليه الكلام اللي انا كاتبه كتير ده؟ هقول لك دلوقتي. انكم ستيتمنت فور ذا بيريد اندد 31 ديسمبر 2014 يعني قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2014. وهقول لك ليه أنا كتبت الكلمة دي. امشي معايا. ريفينيوز يعني إيه ريفينيوز؟ إيرادات. الإيرادات بتاعتك كل الإيرادات اللي جات لك خلال سنة. طيب الإيرادات دي تبقى إيه؟ ناقص بلس كولت أوف سيلز. سيلز ريفينيوز. سيلز ريفينيوز اللي هي الإيرادات بتاعتك. ناقص كوست اوف سيلز. يعني ايه كوست اوف سيلز؟ تكلفة الإيرادات. يبقى أنت عندك الإيرادات ناقص تكلفة الإيرادات. يعني هقول مثلا تكلفة الإيرادات بتاعتك كانت في مثلا 6 مليون. تمام؟ الإيرادات ناقص تكلفة الإيرادات تديك ايه؟ جروس بروفيت. يعني ايه جروس بروفيت؟ مجمل الربح. مجمل الربح تمام. يبقى انت عندك الايرادات ناقص تكلفه الايرادات يديك ايه؟ مجمل الربح. طيب مجمل الربح ده بتنقص منه ايه؟ او في حاجه ثانيه بتنقصها منه؟ بص يا جماعه تكلفه الايرادات هنا هي تكلفه الحاجه اللي انت بعتها. تكلفتها هي نفسها. في تكاليف تانية، في تكاليف تانية، هنخش في التكاليف التانية إن شاء الله بالتفصيل قدام لما نخش في الكوست أكاونتنج في محاسبة التكاليف. بس يعني الأهداف أول يونت خلينا نقول لك إن تكلفة الإيرادات هي تكلفة الحاجة اللي أنت بتبيعها نفسها. تمام؟ في تكاليف تانية، في تكاليف تانية بنسميها مصروفات تشغيلية اللي هي الأوبريتنج كوستس. تمام؟ الأوبريتنج كوست زي إيه؟ يبقى انت عندك less operating expenses
زي ايه؟ General and Administrative Expenses اللي احنا بنسميها مصروفات إدارية وإيه؟ وعمومية. لازم تعمل ميزانيات. دي المصروفات الإدارية العمومية اللي هي مثلا سي مثلا نقول مثلا 3 مليون. وعندك مثلا ايه تاني؟ selling and marketing expenses. selling and marketing expenses اللي هي ايه؟ مصروفات بيعية وتسويقية. دي مثلا 2.5 مليون مثلا. تمام؟ في مصاريف تانية operating؟ لا. يبقى الجروس بروفيت ده ناقص الاوبريتنج اكسبنسز اللي هم دول يديك ايه؟ حاجه اسمها اوبريتنج بروفيت. يبقى انت عندك الجروس بروفيت ناقص الاوبريتنج اكسبنسز، اوبريتنج اكسبنسز اللي هي جنرال ادمنستريتيف والسيلينج وماركتنج يديك ايه؟ اوبريتنج بروفيت. خلي بالك ان انت حتى لما تيجي في شغلك او بتشوف ميزانيات بتلاقيهم ساعات ضاربين الرقمين بلوس وخلاط، حاطين لك كلهم في رقم واحد، مفيش مشكله عادي. يعني ممكن تلاقي مكتوب لك اوبريتنج اكسبنسز على طول كده، او ممكن يدوم لك تفصيله مختلفه، يقول لك مثلا جنرال وسيلينج او ادمنستريتيف ومش عارف وماركتنج، تمام؟ وات ايفر، كلهم اسمهم ايه؟ اوبريتنج اكسبنسز. تسميهم بقى تحطهم في الخلاط، تحطهم مع بعض، تفصلهم. انا هنا بفصلهم شويه عشان افهمك الدنيا ماشيه ازاي. انت حتى في الشركه عندك او في شغلك عايز تفصلهم فصلهم، والاحسن انك تفصلهم. بس انت كميزانيه لو انت ما فصلتهمش تعدي، يعني مفيش مشكله. تمام؟ يبقى الجروس بروفيت ناقص الاوبريتنج اكسبنسز يديك ايه؟ اوبريتنج بروفيت. في خلاص كده؟ خلاص الميزانيه؟ لا لسه. بزود عليها add ايه؟ other revenues and gains. يعني ايه other revenues and gains؟ other revenues and gains اللي هي ايرادات اخرى. ايرادات اخرى يعني بمعنى صح زي ايه؟ حضرتك عندك مثلا سي مصنع شوكولاته، تمام؟ فانت بتبيع ايه؟ بتبيع شوكولاته، تمام؟ بس جالك مكسب مش من الشوكولاته. زي ايه مثلا؟ جالك مكسب كان عندك عربيه مثلا نقل اللي انت مثلا بتوزع بيهم الشوكولاته. كان عندك عربيه بعتها، انت كنت جايبها مثلا سي مثلا كنت جايبها مستعمله، فكنت جايبها مثلا ب 10,000 وبعتها ب 15,000. يبقى انت كسبت فيها كام؟ كسبت فيها خمسه. هل الخمسه ينفع تخشها، ينفع تدخلها تبع الريفنوز؟ لا. تبع تدخلها لازم ينفع تدخلها تبع السيلز ريفنوز؟ لا. ليه؟ ان انت مش مهنتك انك تبيع عربيات، انت مهنتك ان انت بتعمل ايه؟ بتبيع شوكولاته. بس ده مكسب تاني جالك، بنسميه other revenues and gains. اسمه ايه؟ other revenues and gains. يبقى other revenues and gains هو عباره عن ايه؟ اي حاجه تانيه مالهاش علاقه بنشاطك. مالهاش علاقه بايه؟ بنشاطك. نقول مثلا انت مثلا عندك حاجات مثلا اسوق، بعت اسوق ثابته على مش عارف ايه، على سي مثلا كسبت 15,000، تمام؟ يبقى ده ايه؟ هاي الريفنيوز اند جينز. وتنقص ايه؟ لس ايه؟ اوفر اكسبنسز اند لوسز. نفس القصه بس بدل مكسب خساره. انت بتاع شوكولاته، عندك عربيه تجيبها مستعمله ب 10,000 وبعتها بسرعه، يبقى انت خسرت كام؟ خسرت 3,000. هل ينفع تحطها ضمن مصروفاتك او ينفع تخفض بيها سيلز ريفينيو؟ لا. ليه؟ عشان انت مش بتاع شوكولاته، انت بتاع عربيات، انت بتاع شوكولاته. دي تحط فين؟ في الاذر اكسبنسز اند لوسز. تيجي مثلا ناقص 5,000، تمام؟ يبقى الاوبريتنج بروفيت بتزود عليه الاذر ريفينيوز اند جينز وبتنقص منه الاذر اكسبنسز اند لوسز، يديك ايه؟ الرقم ده يديك ايه؟ يديك حاجه اسمها الـ EBIT. الايه؟ EBIT.
ايه بي اي تي ده اصلا؟ اي بي اي تي اللي هو فيرمنت بيفور انترست اند تاكس. بس نشوف ايه كان حاجه غلط، بس ايه يبقى السبيلنج صح. يبقى انترست بيفورمنت بيفور انترست اند تاكس، الربح قبل الفايده والضريبه، تمام. يبقى الاوبريتنج بروفيت زائد الاذر ريفينز اند جينز ماينس الاذر اكسبنس اند لوسز يديك ايه؟ الاي بي اي تي. حلو، اي بي اي تي ايرنينجز بيفور انترست اند تاكس، الربح قبل الفايده والضريبه. يبقى ايه الخطوه الجايه؟ ترقص. ارقص الاول الفايده ولا الضريبه؟ انت ايه رايك؟ ترقص الفايده الاول. ليه؟ ان الفايده مصروف بيعترف به ضريبيا، فانت لما تنقص الفايده الاول يبقى الضريبه هتتحسب على ايه؟ على 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 الدخل بتاعك بعد ما نقصت من الفايده، فتحت ايه؟ تستفيد منها ضريبيا، ان الفايده مصروف يعترف به ضريبيا، يعني ممكن ترقصه لاهداف انك توصل الضرايب بتاعتك. فانت المفروض payment before interest tax نقص ايه؟ less ايه؟ الانترست. دي مثلا الانترست مثلا دفعت فوائد كام مثلا؟ مثلا 170,000 تمام؟ يديك ايه؟ اي بي اي تي قلت ايه؟ قلت الاي اللي هي الانترست يديك ايه؟ اي بي تي. الاي بي تي ده earnings before tax تمام؟ قلت ايه؟ في ضريبه. يبقى less tax or taxes whatever tax يعني tax expense التاكس مثلا سيبك مثلا تدفع الضرايب بقى، يعني الضرايب حسبتها حسب كل بلد، يعني مصر غير السعوديه غير استراليا غير امريكا، كل بلد حسب نظام الضرايب بتاعها. مش هخش هنا في الضرايب ازاي تتحسب، لان ده موضوع مختلف خالص وقصه مختلفه بطريقه غريبه يعني تمام. بس هنقول مثلا التسهيل هنحط لها رقم كده بلك، دول مثلا تدفع مثلا سي 400,000 ضرايب مثلا، ناقص 400,000 ضرايب تمام، يبقى يديك ايه؟ النت بروفيت. حاجه بقى برضه يعني خلال ده بشكل الانكم ستيتمنت البيزك، في تفاصيل اكتر في تفاصيل اكتر في حاجات اكتر في حاجات اكتر، بس دي الحاجات الاساسيه انت لازم ايه؟ لازم تعرفها تمام؟ بسرعه كام ولا تاني؟ يبقى ابتدي بالسيلز ريفينيو ناقص كوست اوف سيلز يديك ايه؟ جروس بروفيت اللي هو مجمل الربح تمام؟ دي كام حاجة اللي هنعملها هايلايتس مهمة. الجروس بروفيت ده بتنقص منه ايه؟ الاوبريتنج اكسبنسز المصروفات التشغيلية اللي هي جنرال ادمنستريتف والسيلينج والماركتنج. يديك ايه؟ اوبريتنج بروفيت. الاوبريتنج بروفيت ده تزود عليه الاذر ريفينج اند جينز وتنقص منه الاذر اكسبنس لوسز يديك ايه؟ الاي بي اي تي اللي هو earnings before interest tax ربح قبل فايدة الضرايب. الـ EBIT تنقص منه الـ interest يديك ايه؟ الـ EBT اللي هو earnings before tax. تنقص منه tax أو ضرايب يديك ايه؟ الـ net profit. شايف المنظر ده؟ مهم جدا 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 جدا. لازم تبقى عارف الطريقة دي، لازم تبقى عارف الـ classification، لازم تبقى عارف التبويب ده. لو مش عارف التبويب ده هتبقى مشكلة. لو مش عارف التبويب ده في حاجات كتيره جدا 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 قدام في الـ في بارت 1 بالذات في السي ان اي هقولها وانت هتبقى مش فاهمها، انت مش عارف الموضوع ده. ده لازم يتحفظ، لازم مش يتحفظ، لازم يتفهم، لازم يتفهم ايه التفصيله دي وكل حاجه بتروح ازاي. اوكي اوكي طيب، شايف النت انكم ده
النت انكم ده لو قلت لكم هقول لكم الايكويتي ستيتمنت ايجابي. تعال اقول لك الايكويتي ستيتمنت بقى. الايكويتي ستيتمنت ده الايكويتي ستيتمنت هي قائمة حقوق الملكية. ايه قائمة حقوق الملكية دي بقى؟ قائمة حقوق الملكية هي القائمة اللي هي بتوري لك التغيرات في حقوق الملكية بتاعتك. يعني بتساوي ايه او بتتحسب ازاي؟ خلينا نقول مثلا statement of changes in equity. بتطلع على الاكسل شيت. بص انا الستيتمنت اوف تشينجز ان ايكوتي اللي هي قائمه التغيرات في الملكيه. لو تفتكر في الحصه اللي فاتت قلت لك القائمه دي بتختلف او بتبقى نوعها حسب نوع الشركه بتاعتك، يعني شركات المساهمه غير شركات الافراد غير المنشات الفرديه. يعني الموضوع، يعني خليني اقول لك ايه، الموضوع بيختلف حسب نوع الشركه نفسها، حسب الشكل القانوني للشركه، يعني حسب انت شغال ازاي. خلينا ناخد الحاجات اللي انت ممكن تاخدها كتير في المنهج اللي هي شركات المساهمه اللي هي فيها اسهم. طيب خلينا نقول ان اللي بيزود اللي بيزود الملكيه بتاعتك تبقى عباره عن ايه؟ عن اسهم. لو هنتكلم على شركات مساهمه، فخلينا نقول انت عندي طبق كومن تابس. لو تفتكروا شرحت المره اللي فاتت كومن تابس اللي هي ايه؟ الاسهم العاديه. نقول مثلا انا عندي اسهم عاديه مثلا مليون، بعد كده بريفيرد ستوكس هي الاسهم الممتازه تلاقي مثلا 5 مليون. وبعد كده عندي ايه؟ اللي بيزود ملكيتك. اللي بيزود ملكيتك الانكم بتاعك. يعني انت لو جالك ربح يخش على الملكيه بتاعتك يزود لك ملكيتك. لو انت جالك خساره تقلل لك ملكيتك. يبقى اللي يزود لك ملكيتك النت بروفيت فور ذا يير، يعني ربح السنه. ربح السنه جه منين؟ ها؟ ده ربح السنه؟ 1940 اللي انا حاسبه. يبقى يزود لك ملكيتك. اللي خفض لك ملكيتك؟ ديفيدنت، توزيعات الارباح. لما تيجي توزع ارباح على المساهمين بتسميها ديفيدنت. ديفيدنت اللي هي ديفيدنت. يعني شوف كده انا ساعات بضرب في الموجود، تمام؟ ديفيدنت. يبقى الديفيدنت سي مثلا وزعت على المساهمين سي مثلا 2,500,000. تمام؟ يبقى ساعتها بتاعتك او النت او الاندينج بالانس بتاعك بكام؟ كل ده. يبقى انت عندك الايكويتي بتاعتك بكام؟ 6,440,000. ده افتراض ان انت السنه دي اول سنه. ما خلي بالك ده اندينج بالانس. يعني ايه اندينج بالانس؟ يعني رصيد ختامي. الرصيد الختامي ده هتبتدي بيه ايه؟ الفترة اللي جاية هيبقى بيجيننج بالانس او رصيد افتتاحي. فانا هقول لو دي مش اول سنة ليا، لو دي شركة وات ايفر عندي شركة مكملة، فانا هقول مثلا البيجيننج بالانس كان بيكون مثلا ب 3 مليون. كومن ستوكس، لو الكومن ستوكس دي كانت مقارنه مصدرها السنين اللي فاتت، فهي اوتوماتيك هتخش فين؟ في ال 3 مليون. ده انا وزنتها في السنين اللي فاتت. لو انا قصدتها لو كومن ستوكس ايشود ذيس يير، يعني ايشود ذيس يير؟ يعني لو كومن ستوكس دي انا وزنتها السنه دي
يبقى هتتزود السنه دي. لكن لو كل الستوكس دي كانت اوريدي موجوده السنين اللي فاتت يبقى اكيد كانت هتخش فين؟ في التلاته اليوم اللي هو ايه؟ البيجنينج بالانس، الرصيد الافتتاحي. تمام؟ البريفيرد ستوك نفس القصه، لو هم كانوا موجودين السنه اللي فاتت او السنين اللي فاتت يبقى هم اوريدي كانوا موجودين فين؟ في 3 مليون. لو انا اصدرتهم السنه دي يبقى خلاص. لو انا مثلا هقول مثلا من 5 مليون دول كان في منهم 4 مليون موجودين سوري، لو مثلا كان في مثلا منهم مليون ونص كانوا موجودين في السنين اللي فاتت، يبقى مليون ونص ده كان اكيد فين؟ في 3 مليون دي. يبقى اللي انا اصدرت له السنه دي كام؟ 3 مليون ونص. يبقى انا بحط ايه؟ الحركه السنه دي، مش بحط كله. بعد كده بزود ايه؟ البروفيت بتاع السنه اللي هو ده اللي انا هقعد منين؟ هقعد ده منين؟ منين كان محتاجه. بعد كده الديفرنس اللي انا وزعتها. تمام؟ يبقى الرصيد بتاعي ايه؟ الاندنج بالانس بتاعي كام؟ 7 مليون 940. عارفين الاندنج بالانس ده فين؟ او الحركه دي كلها هتحط فين؟ في البالانس شيت. يبقى البالانس شيت هتاخد الفقره دي كلها كده وتحطها زي ما هي فين؟ في البالانس شيت. تمام؟ دي حاجه. بصوا يا جماعه، فاكرين البالانس شيت؟ حاجه مهمه جدا اقول لك عليها. ده شكل البالانس شيت لو تفتكروا. فين البالانس شيت؟ البالانس شيت مثلا فيها كاش، مش عارف ريسيفابلز، انفنتوري. خلي بالك من حاجه مهمه جدا 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 جدا. الانكم ستيتمنت اللي هي قوه الدخل بتحكي لك قصه عن فتره كامله. يعني ايه قصه عن فتره كامله؟ والكلام ده مهم جدا. يعني ال 15 مليون دول او السيلز ريفينيو اللي هو 15 مليون دي جات لك امتى؟ جات لك يوم 31 ديسمبر ولا دي جات لك نتيجه تراكمات من يوم 1/1 ليوم 31 ديسمبر؟ لا، دي الايرادات بتاعتك عن فتره. فتره ايه؟ فتره كامله، فتره من 1/1 ل 31 ديسمبر. ده السيلز ريفينيو. كوست اوف سيلز نفس القصه. وهكذا. الانكم ستيتمنت، الانكم ستيتمنت بتحكي قصه او عن فتره، بتبقى عن ايه؟ عن فتره. عشان كده قلت لك ايه؟ انكم ستيتمنت فور ذا بيريود اند كذا، عن الفتره المنتهيه كذا. فالانكم ستيتمنت هي عباره عن حسابات عن فتره كامله. لكن البالانس شيت لا، البالانس شيت هي بتجيب لك سناب شوت. يعني ايه سناب شوت؟ سناب شوت يعني فقره او لقطه، بتجيب لك لقطه في تاريخ معين. يعني هنا في مثلا قلت لك الاسيتس، الكاش والكاش ايكوفلنت. يعني ايه الكاش والكاش ايكوفلنت؟ يعني الماديه وفي حكمها. الكاش والكاش ايكوفلنت 304,000، معناها ان انا من اول يوم في السنه لحد اخر يوم جمعت 304,000. لا، ده معناها ان انا كان ممكن امبارح كان عندي مليون و304,000 والنهارده الصبح صرفت مليون، فتفضل لي كام؟ 304,000. او ممكن طول السنه ما عنديش ولا مليون والنهارده دخلت 304,000. المهم النهارده في قفله السنه عندي كام في النقديه؟ 304,000. فالبالانس شيت او الستيتمنت الفاينانشال بوزيشن او البالانس شيت اللي هي فيها الاصول والالتزامات والملكيه اسيتس لايبيلتيز ايكويتي بتبقى عن سوري بتبقى عن يوم، بتبين لك الوضع المالي في يوم اللي هو اخر يوم في السنه او اخر يوم في الفتره الماليه. لكن الانكم ستيتمنت بتوضح لك فتره كامله. فدي حاجه ودي حاجه. تمام؟ نرجع تاني الكتاب. طيب بص هنا طبعا الموضوع مضحك شويه. ان هو جايب لك الانكم بيساوي ريفينوز بلس جينز ماينس اكسبنس ماينس لوسز. طبعا الكلام ده فين؟ الكلام ده يعني في السجن. تمام؟ الكلام ده مفيش حاجه اسمها كده. يعني هو بيحاول يشرح لك البيزكس، بيحاول يشرح لك حاجات بيزكس قوي، حاجات يعني مبسطه بزياده. بس انت في الامتحان مطالب اكتر من كده، انت في الامتحان مطالب انك تفهم دي مهمه جدا. ممكن دلوقتي مش هيطلبها منك في اليونت ده، بس قدام لازم هتفهمها غصب عنك. فخلينا احسن نبتدي نحط بيزكس مع بعض. طيب عرفنا الريفينيوز والجينز والاكسبنسز واللوسز. بص هيبتدي بقى ايه؟
اشرح لك بقى، يقول لك ايه هو كورس الجود سولد والقصه دي والانكم ستيتمنت. جاي لك اهو، هي الحته دي زي ما انا قلت لك من شويه. نت سيلز ماينس كورس اوف جود سولد يديك ايه؟ جراس بروفيتس. ماينس سيلينج ماينس ادمنستريتف يديك ايه؟ انكم فروم اوبريشنز او اوبريتنج انكم. المسميات شبه بعض يعني، زي ذا اذر ريفينز اند جينز ماينس اذر اكسبنس اند لوسز يديك انكم بيفور تاكسز ماينس انكم تاكسز يديك نت انكم. بص هنا ما حطش الانترست مثلا، تمام؟ على فكره الموضوع برضه له اختلافات شويه، يعني حتى الناس اللي بتطلع ميزانيات هتلاقي ان ممكن في ناس بتطلع الميزانيات بطريقه مختلفه شويه، يعني ممكن تلاقي ان الانترست بيحطوها مع فروق تقييمها مع فروق التقييم بتاعت العملة وبيسميها حاجه اسمها فاينانس كوست او مصروفات التمويل، تمام؟ ده عرض تاني شبه على فكره نفس القصه، هي شبه الموضوع اللي انا بتكلم فيه، بس في يعني اختلافات بسيطه، بس هتبقى كلها في بتدور حوالين الشكل اللي انا بكتبه دلوقتي ده، تمام؟ بص يا في حاجه بقى، في شكل انكم ستيتمنت، تمام؟ خليني اقول لك ان في شكل تاني، مش شكل تاني، في تكمله ليها. في تكمله ليها. تكمله لايه؟ هقول لك تكمله لايه بقى. من زمان سوري، طريق الدخل لو انت عندك معادي شغال مفيش عندك سبيشال كيسز او حالات خاصه، دي هتبقى دي الانكم ستيتمنت بتاعتك العاديه. طيب ايه الحالات الخاصه اللي ممكن تبقى موجوده؟ هي دي الحالات الخاصه اللي ممكن تبقى موجوده. يبقى عندك حاجه اسمها discontinued operations و extraordinary items. discontinued operations و extraordinary items. ايه الـ discontinued operations؟ ده كل اللي انا بكتب كل القائمه دي هي عباره عن حاجه اسمها income from continuing operations. يعني ايه income from continuing operations؟ يعني الدخل بتاعك من الانشطه المستمره بتاعتك. discontinued operation معناها لو انت عندك قطاع معين، تقول مثلا هقول لك على حاجه، يعني قلنا مثلا ناخدها من مثلا واقع عملي. شركه انا مثلا كنت براجع عليها عندها كذا قطاع، مثلا نقول مثلا شركه، انا مش عايز الاسماء معينه عشان بس ايه محدش يتهمني بان انا لشركه على شركه والكلام الفاكس ده. نقول مثلا شركه عمرو، مثلا هسمي الشركه باسمي، انا عندي شركه اسمها شركه عمرو. شركه عمرو دي عندها عندها مثلا بتطلع منتجات البان، وبتطلع مخبوزات، وبتطلع شوكولاته وبسكوت، تمام؟ وبتطلع مثلا اي حاجه، تمام؟ هم دول كفايه قوي، يعني بتطلع منتجات البان، وبتطلع مخبوزات، وبتطلع ايه؟ شوكولاته وبسكوت مثلا، تمام؟ لو انا هقول مثلا المخبوزات، لو انا قررت ان انا اوقف قطاع المخبوزات، يبقى ده بالنسبه لي حاجه اسمها discontinued operations. يعني ايه discontinued operations؟ انشطه متوقفه. انشطه ايه؟ متوقفه. الانشطه المتوقفه دي يا جماعه الدخل بتاعها بالاكسبنسز بتاعها بتكاليفها بيتحط في سيكشن لوحده في الانكم ستيتمنت. بيتحط في سيكشن لوحده في الانكم ستيتمنت. يعني انا مثلا الفكره عندي اللي هي منتجات الالبان والمخبوزات مثلا بسكوت وشوكولاته. لو انا عندي المخبوزات هتبقى ديسكونتينيود، هي ديسكونتينيود هوقفها، يبقى كل الانشطه بتاعتها مش هتخش في الميزانيه في قائمه الدخل دي. يبقى قائمه الدخل دي هتبقى ايه؟ هتخش فيها منتجات الالبان وبسكوت وشوكولاته. لكن الديسكونتينيود اوبريشن هتخش في سيكشن بعديه. شايف انت بعد السيكشن ده يبقى حاجه اسمها ايه؟ income from discontinued operations. انا طبعا كتبت discontinued دوت
تعالى بقى ايه، ربنا يخلي لنا التشيك سبيلنج. تمام، هي دي is concurrent operations. تمام، يبقى انت بص الاول خدت قائمه الدخل بتاعتك عاديه، وبعد كده حطيت فيها ايه الديسكونتينيت اوبريشنز. تمام، دي حاجه. في تاني حاجه الاكسترا اوردينري ايتمز. اكسترا اوردينري ايتمز يا جماعه هي الحاجات اللي لازم اكسترا اوردينري ايتمز، يعني معناها حاجات غير عاديه. يعني ايه حاجات غير عاديه؟ حاجات غير عاديه مثلا لا قدر الله مثلا حصل بركان، تمام؟ فالبركان ده اكل حته من المصنع مثلا، تمام؟ او اكل زي مثلا انت عندك خمس مصانع مثلا في بلد، تمام؟ والبركان اكل مصنع منهم مثلا لا قدر الله. في فرق ان انت مثلا تبقى عايش في بلد البراكين دي حاجه عاديه، تمام؟ يعني مثلا في بلاد معينه يقول لك ايه يا عم اللي حصل امبارح؟ ده حصل بركان امبارح. لا يا راجل بجد؟ اه والله. طب ماشي، النهارده هناكل ايه؟ ده بالنسبه لهم البركان ده حاجه عاديه، جزء من او مثلا خلينا بس بلاش بركان عشان الموضوع يبقاش افوره شويه. الزلازل مثلا، تمام؟ الزلزال، تمام؟ يعني مثلا اليابان مثلا اللي هو ممكن يعني خبر الزلزال ده ممكن يجي مثلا بعد خبر مثلا بعد خبر الرياضه، اللي هو مثلا يقول لك اخبار السياسه، اخبار الفن، اخبار الرياضه، ويجي يقول لك اصل امبارح حصل زلزال وفي مش عارف كام واحد ماتوا. ليه؟ الدنيا عندهم زلازل كتير. لكن مثلا مصر مثلا الحمد لله الموضوع لا، الزلزال ده لو يعني الناس في مصر لو ما حسيتش بالزلزال، لو في زلزال في مصر وجاب بيجي كل فين وفين، لو الناس ما حسيتش بيه الناس بتزعل. ليه؟ عشان محدش بيشوفه، تمام؟ فانت لو عندك حاجه زي الزلزال دي unusual، يعني unusual حاجه مش طبيعيه، و infrequent يعني infrequent يعني مش كل اسبوع عندك زلزال، ده بيجي كل فين وفين. ولو ده لو جالك مكسب او خساره، خلي بالك ممكن الموضوع يجيب مكسب، تمام؟ يعني انت ممكن زلزال يجي فمثلا سي مثلا يعني بطريقه معينه تكسب منه، تمام؟ يعني مش عايز اقول احتمالات كده عبيطه، بس يعني ايه؟ يعني سواء المكسب او الخساره، خلينا ناخد الموضوع علمي شويه. المكسب او الخساره من الاكسترا اوردينري ايتمز، اكسترا اوردينري ايتمز زي الزلازل، زي الطوفان، زي الحاجات اللي هي الكوارث الطبيعيه، زي الثورات، تمام؟ يعني في الدول العاديه، بلاش يعني مش هنتكلم عندنا، في الدول العاديه هي ثوره، تمام؟ يعني كده يعني، تمام؟ لكن احنا عندنا كل اسبوعين، تمام؟ فيعني برضه يعني الدول العاديه اللي عندهم ثوره فلا تبقى اكسترا اوردينري ايتمز، تمام؟ احنا عندنا مثلا لا، ما خلاص تحولت الى اوردينري ايتمز مش اكسترا اوردينري ايتمز، تمام؟ فيعني حسب طبيعه الايتم، حسب طبيعه الايفنت، او حسب طبيعه الحدث، وحسب هو بيتكرر عندك، لازم له شقين: unusual، unusual يعني غير طبيعي، و infrequent، infrequent يعني ايه؟ مش بيتكرر، تمام؟ حلو قوي. فانت لو عندك مكسب او خساره برضه بتحط فين؟ شايف انت هنا؟ extra ordinary items. يبقى انت عندك بتجيب الـ income specific العاديه، بعديها الـ discontinued operations، وبعديها الـ extra ordinary ايه؟ items، عشان في الاخر توصل لايه؟ للـ net income بتاعك، تمام؟ حته شايفين الحته دي؟ الحته اللي في وش دي هشرحها دلوقتي بالتفصيل، لان دي بقى دي حته يعني برضه حته مهمه جدا جدا جدا، هتريحني دلوقتي وهتريحني في الكوست ان شاء الله ندرس الكوست. ف بس يعني هخش فيها دلوقتي، اتفق عليا. الريبورتنج ريجولار ايتمز، قلنا الديسكونتينيت اوبريشنز والاكسترا اوردينري ايتمز. خلي بالك الحته المهمه دي: because these items are reported after the presentation of income taxes they must be shown net of tax. مهمه قوي. شايف هنا؟ مش انا اوريدي هنا حطيت التاكس اكسبنس، صح؟ خد بالك؟ طب الديسكونتينيت اوبريشنز والاكسترا اوردينري ايتمز قال لك لما تيجي تحط ارقامهم تحطهم نت اوف تاكس. يعني تحطهم نت اوف تاكس؟ تحطهم بعد الضريبه. يعني لو انت مثلا سي كسبت، سي مثلا الراجل اللي بيبيع اعلان في مصر مثلا، تمام؟ الراجل ده في يوم خمسه، يعني في ايام 25 يناير عمل فلوس عنب، تمام؟ يعني غالبا عمل فلوس احسن من بتاع المخدرات، تمام؟ فهو بالنسبه له الراجل بتاع الاعلان ده هو عنده ايه؟
مش كل يوم يعني، مش كل يوم مش كل مفروض يعني تمام، بس هو يعني جات له موسم اعلان بقى تمام، فهو بالنسبه له مكسب، ده بالنسبه له اكسترا اوردينري ايتمز، ان هو مش كل يوم بيبيع كميه الاعلان الخزعبليه دي تمام. طب لما يخش بقى الايراد بتاع الاعلان ده هيخش يعني جروس، يعني جروس يعني بقى قبل الضريبه ولا الضريبه؟ لا لو هيخش هنا، لو هيخش هنا عارف انت معايا في الشاشه هيخش فين؟ هيخش نت اوف تاكس. طبعا بتكلم لو لقيت لو مكسب، لو خساره هيخش نت اوف تاكس. لو انت عندك تاكس سيفنجز، يعني ايه تاكس سيفنجز؟ تاكس سيفنجز معناها ان انت عندك توفير من الضريبه، توفير من الضريبه. The head of the term continuing operations is used only when a discontinued operation is reported. يعني لو انت عندك discontinued operation يبقى تسمي السكشن اللي فوق continuing، يعني continuing من الانشطه المستمره. لكن لو انت ما عندكش اصلا discontinued مش هتقول حاجه خلاص، هي معروفه طبيعي ان انت تبقى continuing operations تمام. discontinued operations شرحناها وريكتر مان شرحناها. IFRS difference حلو بقى في الكتاب هنا ان هو ايه؟ بيبتدي يقول لك الفروقات ما بين الايفرز والايس جاب. في الايفرز قال لك no items are classified as extraordinary items either in the statement of comprehensive income or the notes. يعني بالاخر الاكستراordinary items دي ده افتكاسه من الجاب. الايفرز ما فيش فيها الكلام ده تمام؟ فدي اختلاف ما بين الـ US جاب والايفرز تمام؟ وشرحنا الحته دي. بعد كده هيخش على النوتس. فاكر انت النوتس اللي اخر حته في القائمه اللي هي النوتس، لازم اللي بتوضح الحاجات دي كلها. statement of comprehensive income هتشرحها دلوقتي. بص يا statement of comprehensive عشان احنا نقفل بقى الانكم statement عشان نخلص منها تمام. statement of comprehensive income بص يا جماعه زي ما قلت لكم statement of comprehensive income هي فيها هي جزء مكمل للانكم ستيتمنت تمام، هي جزء مكمل ليه للانكم ستيتمنت، بيتحط فيها شويه معالجات محاسبيه ما بتتحطش في انكم ستيتمنت، ومن الاخر للاخر كده يعني ما بتعتبرش جزء من الربح، بنعتبرها جزء من الملكيه بس ما بنعتبرهاش جزء من الربح. يعني يعني الحاجات اللي بتتحط في الاذر كومبرنسيف انكم ما لا تعد جزء من اجزاء ربحك السنوي، بس بتحطها ضمن ملكيتك تمام. برضه الموضوع بيقول لك الموضوع ده ادفانس شويه، الموضوع ده يعني معقد شويه، مش معقد يعني مش صعب لا، هي فكره بس انا مش عايز ادخل لك معلومات كتيره في حصه واحده تمام. هقراها معاك بسرعه، وزي ما قلت لك الموضوع هنا مش يعني مش السكوب بتاعك هيبقى بسيط قوي. يبقى comprehensive income includes all changes in equity في الملكية of a business during a period except from those investment and decision by owners. It consists net income هي عبارة عن net income وال other comprehensive income. يبقى بقى comprehensive income هي الكلمة الكبيرة اللي فيها حاجتين، النت income بتاع العادي اللي هو ده تمام؟ خلينا نمسح دي بقى خلاص. تمام؟ الكومبرهنسيف يعني بس نوضح الترمينولوجي، نوضح المصطلحات. الكومبرهنسيف انكم هو الانكم الكبير شامل اللي هو فيه نت بروفيت اللي انت شايفه ده زائد الاذر كومبرهنسيف انكم. الاذر كومبرهنسيف انكم. الاذر كومبرهنسيف انكم ده بقى ده اللي بيقول لك ده ما بيتحطش مع الانكم بتاعك العادي، ده بيتحط ايه؟ جزء من يعتبر جزء من الملكيه بتاعتك، تمام؟ اهو certain income items are excluded تتشال من calculation of net income، بتحطش في حسابة النت انكم في نصاف الربح. and included are included in comprehensive income. the following are the major items include the other comprehensive income. الحاجات اللي جايه دي انا راح اقولها لك بس انت للاسف مش هتعرف مش تفهم واحده فيهم، ان هي حاجات زي بقول لك ادفانس شويه تمام. يعني انا عشان اشرح كل حته فيهم هشرح لك دروس كامله تمام. هبقى صريح معاك، في حاجات من الحاجات اللي جايه دي ممكن هتتشرح قدام بالتفصيل، وفي حاجات مش هتشوفها، ان الموضوع لا موضوع ادفانس شويه ومحتاج حد بيعمل محاسبه ماليه اكتر. يعني بتاع سي بي اي بياخدوا كل واحده من دول بالتفصيل، هنا في سي ان اي لا
الموضوع لا ابسط شويه من السي بي تمام. يعني بيقول لك الافكتيف بورشن اوف ا جي اور لوس اون ا هيدجنج انسترومنت ان ا كاش فلو هيدج. طبعا انا مش هعرف اشرح لك دلوقتي يعني ايه هيدج ويعني ايه افكتيف بورشن ويعني ايه اصلا يعني كويس ان قلت لك يعني ايه جيم لوس احنا لسه في الاول. ثاني حاجه الانريلايز جينز لوس دي تو تشينجز ان ذا فير فاليو اوف افيلبل فور سيكيورتيز. نفس القصه يعني انا كده اكيد بكلم كلام كفار تمام يعني يعني انسى اللي انا بقوله دلوقتي. Translation gains and losses for financial statements of foreign operations. Certain amounts associated with accounting for defined benefit post-retirement plans. يعني هو الراجل عايز يجيب لك examples عليها بس هي فكرة عشان اشرح لك كل سطر عبارة عن ايه هشرح لك اربع دروس معقدين يعني مش دلوقتي خلص ولو جم قدام خير الوقت ما جوش خلاص كل سنة طيب. الزيتونة بقى اللي انا عايزه منك انك تعرف الاذر يعني بعيدا بقى ان الاذر كومبرهنسيف انكم جواها ايه؟ لا هي بتتعرض ازاي؟ المعيار قال لك انت عندك حلين يا اما one continuous financial statements يعني انت شايف انت في دي شايف انت في الكلام في الكلام الدخل ممكن تحطها بعد النت بروفيت يعني بعد النت بروفيت تقول بعديها ايه؟ تقول انا مثلا شايف انت دي نت انكم بعديها تقول ايه؟ اذر كومبرهنسيف انكم وتحط الحاجات الغريبه اللي احنا اتكلمنا عنها اللي ما حدش فاهم فيها اي حاجه وبعد كده يديك ايه التوتال كومبرهنسيف انكم بكذا. بس انت النت انكم بتاعك بكام؟ صافي ربح بكام؟ ب 70,000 والكومبرهنسيف انكم التوتال كومبرهنسيف انكم بكام؟ ب 62,000 والاذر كومبرهنسيف انكم عندي خساره 8,000. يبقى احنا زي ما اتفقنا الكومبرهنسيف انكم كلمه كومبرهنسيف يعني شامل كلمه كومبرهنسيف بالعربي يعني شامل. يبقى الكومبرهنسيف انكم في النت انكم اللي هو ربح صافي الربح بتاعي والاذر كومبرهنسيف انكم اللي هو بتاع الخزعبليه اللي مش عارف دلوقتي مش عايز تفهمها عباره عن ايه تمام. فانت عندك نت انكم 70 سي مثلا ب 70 واذر كومبرهنسيف لوس عندك هنا خساره ب 8 يبقى 70 زائد خساره ب 8 يبقى كام؟ 62,000 كربح. دي اول حاله ان انت ايه تخليهم مع بعض في ستيتمنت واحده في قائمه واحده. اول اوبشن الثاني ان انت تخليها تو سيبريت يعني ايه؟ يعني تخلي دي كده لوحدها تخلي دي الانكم ستيتمنت دي لوحدها شايفها وبعديها بصفحه تعمل قائمه ثانيه لايه؟ الاذر كومبرهنسيف انكم. اهو يبقى انت عندك one continuous financial statements عندها two sections يعني في قائمه واحده اول الحاله الثانيه two separate but consecutive statements يعني ممكن يبقى اثنين منفصلين بس ورا بعض. يعني ما ينفعش مثلا تبقى دي فرحه ودي وبعديها بخمس صفحات لا ورا بعض دي تخلص الصفحه اللي بعديها على طول تمام. حلو قوي. طيب انا خلصت الحته دي برضه شايف قال لك ممكن ايه تبتدي تخش انت كده خلصت السب سكشن بيسموه سب سكشن فانت ممكن تخش تبتدي تحل من رقم 9 ل 15. انا بس هرجع الاول اشرح الحته اللي انا عديتها اللي هي دي مهمه جدا اللي هي انواع التكاليف وايه اللي يعتبره مانيفاكتشرنج ومش مانيفاكتشرنج حته مهمه جدا جدا. بص يا جماعه الحته اللي انا هشرحها اللي جايه دي يعني عايز اقول لك الحته دي ممكن تعتمد عليها 50% او 60% من فهمك الكوست اكاونتنج محاسبه التكاليف قدام لما ان شاء الله اخش في محاسبه التكاليف هتبقى مهمه جدا جدا جدا. فيا ريت نركز مع بعض في الحته دي. في الجزء ده يا جماعه ان شاء الله هنشرح ازاي نوصل لرقم الكوست اوف جود سولد او كوست اوف سيلز. الموضوع ده مهم لكذا شق. اول شق انت ازاي تحسب او ازاي تبوب تعمل كلاسيفيكيشن للكوست اوف سيلز ولا جنرال اند ماركتنج اكسبنسز ولا وات ايفر الحاجات دي كلها. ده هيفيدك في الفاينانشال ريبورتنج ان انت ازاي تعرض الانكم ستيتمنت بتاعتك وهيفيدك ان شاء الله قدام في الكوست. ده هيحط قدامك بيز للكوست. النهارده انا هدي بيز معين او هدي قواعد معينه بيزكس كده معينه. الحاجات دي هتفيدك دلوقتي وهتفيدك ان شاء الله لما نيجي ناخد الكوست. يعني هتاخد منها وقت شويه دلوقتي بس لو انت فهمتها كويس هتريحني جدا قدام. طيب بصوا يا جماعه الكوست اوف سيلز. كوست اوف سيلز بتيجي ازاي؟ الكوست اوف سيلز لو انت لو هنفترض ان هي شركه عاديه شركه تجاريه اللي هي تريدنج بيسموها تريدنج كومبانيز. تريدنج معناها ان انت بتجيب اسمها بتجيب مثلا سي بضاعه معينه بتجيب عربيات وتبيعها. فانت
بالعقل كده. لو انت كان عندك الانفنتوري عندك او المخزون بتاعك في اول الفتره، سي مثلا عندك بيجيننج انفنتوري، بيجيننج بالانس انفنتوري، سي مثلا عندك مليون واشتريت عليه، يعني ايه اشتريت؟ يعني جبت مشتريات في خلال سنه او في خلال شهر حسب الفتره اللي هتقفل فيها، عملت جبت بيرشيز مشتريات زي مثلا بخمسة مليون. يبقى انت معنى كده ان انت عندك المتاح للبيع، او انت كان عندك بمليون دولار انفنتوري مخزون واشتريت عليه خمسة مليون، يبقى التوتال كام؟ ستة مليون. صح؟ التوتال ده اسمه ايه؟ جودز available for sale أو cost of goods available for cost of goods available for sale. تمام؟ يبقى ال cost of goods available for sale هي تكلفة البضاعة المعروضة للبيع، اللي هي بتساوي ايه؟ ال beginning balance رصيد أول فترة من المخزون زائد المشتريات اللي عندك، يديك ايه؟ cost of goods available for ايه؟ حلو كده؟ تمام. جيت انت اخر الفتره عملت جرد، يعني ايه عملت جرد؟ قفلت المحل بتاعك وشفت الاندنج انفنتوري بتاعك. لو هنفترض الاندنج انفنتوري، الاندنج بالانس بتاع الانفنتوري، في مثلا لقيت عندك بضاعه بكام؟ ب 2.5 مليون. يبقى انت كان عندك معروض للبيع 6 مليون. بقعد بتبيع انت وشغال زي الفل، جيت في اخر السنه عملت جرد لقيت ان انت عندك كام؟ 2.5 مليون. يبقى الفرق ده اللي هو 6 مليون اللي هو 2.5 اللي هو 3 مليون ونص، صح؟ فين؟ حل من اثنين، يا اما اتباع يا اما اتسرق، صح؟ مفيش حل تاني. المهم انت يا اما بعته يا اما سرقته. هنفترض ان هو ما اتسرقش، هنفترض ان الدنيا ماشيه مظبوط والراجل شغال زي الفل والدنيا ومحدش بيسرق، يبقى ال 3.5 مليون دول تكلفة البضاعة ايه اللي اتباعت، اللي هي cost of goods sold او cost of sales حسب مسمى. يبقى انت عايز تقول لي ان ال beginning balance على inventory، اسمها هنا في الشيت، ال beginning balance على inventory زائد ال purchases يديك ايه؟ cost of goods available for sale. cost of goods available for sale ناقص ال ending balance بتاع inventory يديك ايه؟ cost of goods sold اللي هو الرقم ده. المثال دي الحالة السهلة، دي حالة ايه؟ سهلة اللي هي في ايه؟ شركات التريدنج. تمام؟ طيب لو عندي شركة مانيفاكتشرنج، يعني ايه مانيفاكتشرنج؟ يعني صناعية. غلط. هو انا على فكره بالنسبه للسبيرنج انا عشان بسجل فالمفروض بعمل تاك سبيرنج بسرعه خلاص. انت المفروض ان انت عشان في الامتحان بتكتب، يعني ما عندكش تشيك سبيرنج للاسف في الامتحان، ما فيش مش هتلاقي عندك تشيك سبيرنج، فانت المفروض تبقى عارف ال السبيرنج بتاع الكلمه. يعني انت لو مش عارف السبيرنج لما بتعمل تشيك سبيرنج على الوورد على الاكسل، اعرف ايه الصح وايه الغلط، يعني انت عملت ايه غلط وايه الصح عشان تحفظهم. طب شركات المانيفاكشنج، بص يا معلم، شركات المانيفاكشنج الموضوع بيبقى اكبر من كده بشويه. هرسم لك زي كده تشارت او شجره كده، تمام؟ مهمه جدا 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 لازم تعرفها. بص يا معلم، اي حاجه، اي مصروف او اي تكلفه بتتكون اصلا في الحاجات الصناعيه او في الشركات الصناعيه من ثلاث حاجات اساسيه: direct materials و direct labor و overhead. direct material اللي هي ايه؟ مواد مباشرة. direct labor اللي هي ال labor تكلفة العمالة المباشرة، و overhead اللي هي التكلفة العمومية. تمام؟ اسمها overhead.
او التكلفه الاخرى يعني. تمام، دول الحاجات الاساسيه الموجودين في اي ايه، اي تكلفه صناعيه. تمام، خلينا بقى ايه ناخدهم بالتفصيل شويه. لو انا هعمل حماشيها ليدجرز، عارف الليدجرز اللي هي تي اكاونتس، لو انا هنشيها تي اكاونتس هناخدها ازاي؟ خلينا نقول مثلا ده ديبت، ده كريدت، انتري بالدايركت ماتيريال. طيب بص يا جماعه، الدايركت ماتيريال هو الدايركت ماتيريال دي هو ماتيريال اخر، هو ماتيريال. ايه ماتيريال؟ يعني رو ماتيريال. لو تفتكروا المره اللي فاتت لما كنت بعرف الماتيريال او رو ماتيريال اللي هي المواد الخام او المواد الاوليه، المواد الخام والمواد الاوليه هي جزء من الانفنتوري بتاعك، جزء من المخزون بتاعك، فهي تعتبر ايه؟ جزء من المخزون بتاعك. لو هقول لك مثلا ان انت البيجيننج بالانس اكسيت اول الفتره من الدايركت ماتيريال تي مثلا كان بمليون، واشتريت بيرشيزز، اشتريت على الماتيريال في مثلا 2 مليون. تمام، واستعملت يوت دايركت ماتيريال يوت او يوزج، استعملت الماتيريال ده في مثلا 1.5 مليون، يبقى واخد في الفتره بكام؟ وتيت اخر الفترة هيبقى لازم بكام؟ 1.5 مليون، صح؟ عشان تقفل في الاخر البالانس بتاع التي اكونت. تمام؟ ده بيسموه تي اكونت. يبقى انت عندك الدايركت ماتيريال ده نوع انواع الانفنتوري. تمام؟ نوع من انواع ايه؟ المخزون. لو انت عندك رصيد اول فترة في الدولة المدينة كان الدايركت كان بمليون، وجبت عليه مشتريات، زودت الماتيريال عندك 2 مليون، واستعملت منه. لما تستعمل المخزون بيقل في الكريدت، تتذكر المخزون بيقل في الكريدت بمليون ونص، يبقى لازم ان البالانس يبقى كام؟ بمليون ونص. تمام؟ حلو. خلينا كده نظبطها. حلو. بعملها معاك دلوقتي عشان ايه؟ تعملها اسهل شويه. طيب نفس القصه في الليبر، نفس القصه في الليبر، بس الليبر بقى اسهل شويه. ليه؟ الليبر ما فيهوش، الليبر عباره عن ايه؟ الليبر ده اللي هو ماشيه دايركت ليبر، دايركت ليبر. الليبر ما فيهوش بيجيب لي بالانس، هو ده الليبر. انا عارف ايه ليبر؟ عماله. ما عندكش بدون بالانس، ده مش مخزون عندك، دي ناس تشتغل تدفع لها ايه؟ فلوسها، فده يعتبر مصروف عندك. يبقى انت عندك الاكسبنس، عندك في مثلا الاكسبنس في مثلا ب 4 مليون مثلا فتت. تمام، وفي نفس الوقت اللي هيترحل هتبدا هيترحل فين؟ على حساب اسمه ايه؟ هقول لك عباره عن ايه دلوقتي؟ ب 4 كام؟ ب 4 مليون. تمام، هل في حاجه اسمها اندنج بالانس او حاجه زي كده بالنسبه للويب؟ لا، مش حاجه اسمها كده. طيب اخر حاجه اسمها اوفر هيد. اوفر هيد، الاوفر هيد يا جماعه انا هشرحها قدام شويه في الكوست ان شاء الله في الكوست اكونتنج، بس يكفي اقول لك ان الاوفر هيد هي الحاجات اللي هي بنسموها اندايركت ماتيريال والاندايركت ليبر، يعني اي حاجه مش مباشره، تكاليف اسمها بالعربي تكاليف، تكاليف غير مباشره. تكاليف ايه؟ غير مباشره. تمام، التكاليف غير مباشره بيبقى فيها نوعين، هقول لك على اسمهم دلوقتي وهيتشرح قدام بالتفصيل، بس هقولهم لك دلوقتي ليه؟ للتسهيل. في حاجه اسمها اكشوال اوفر هيد. تمام، وابلايد اوفر هيد. تمام، اكتر اوفر هيد وابلايد ايه؟ اوفر هيد. الاكشوال اوفر هيد بيبقى في الديبت، زي مثلا 3 مليون.
الابلاي اوفر هي بيبقى في الكريدت تيجي مثلا بيبقى كام؟ 3,500,000. معنى كان في فرق 500 في فرق 500 بيتضبط بحاجه اسمها اوفر اندر ابلكيشن. الكلام ده كله هيتشرح بالتفصيل قدام، مش عايز اتراكس في الموضوع دلوقتي، انا بس بظبط الليدجر. كل ده انا مش عايز تفكر في دول، يعني الاوفر هيد يعني ايه اكشوال اوفر هيد، يعني ايه ابلاي، يعني ايه اوفر واندر ابلكيشن، كل ده قدام. انا بس عايزك تركز في شكل التي اكاونت، تمام؟ يبقى انا عندي الدايركت ماتيريال وعندي دايركت ليبر وعندي ايه اوفر هيد. التلاته دول بيرموا على حاجه اسمها حساب الويب. حساب الويب، تمام؟ حساب الويب اللي هو بنسميه تحت التشغيل، مخزون تحت التشغيل، ويب اللي هو ورك ان بروجريس، يعني مخزون تحت التشغيل. مخزون تحت التشغيل ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من ايه؟ بص يا باشا، فاضي كده. البيجنينج بالانس، البيجنينج بالانس مخزون تحت التشغيل، لو انت عندك مخزون تحت التشغيل جاي من فتره سابقه عادي بيخش في البيجنينج بالانس. سي مثلا كان عندي مثلا ب 8,000,000، تمام؟ مخزون تحت التشغيل هو اللي بيغذيه، او انت اي مخزون عندك تحت التشغيل. لو انا مثلا عندي سي مثلا عندي مصنع بسكوت مثلا، تمام؟ مصنع بسكوت هدخل فيه عمليه البسكوت، هدخل فيها ماتيريال، شايف انت الماتيريال، بص معايا على السكرين، هدخل فيها ماتيريال وهدخل فيها ليبر وهدخل فيها اوفر هيد، صح؟ يبقى هدخل ماتيريال، اي ماتيريال اللي استخدمتها، يبقى اليوسج دي، اليوسج اللي هي دي هترمي هنا، يبقى الدايركت ماتيريال يوزد بيجي منين؟ يجي من ده، تمام؟ ايه تاني؟ ظبط الاكسل شيت. يبقى عندي الدايركت ماتيريال ايه؟ يوزد، جبت من هنا اللي هي المواد الخام اللي انا ايه استخدمتها. المواد الخام اللي استخدمتها هترمي على الويب، يبقى الدايركت ماتيريال يوزد بيرمي على ايه؟ على الويب، تمام؟ 2,500,000. والدايركت ليبر، دايركت ليبر، دايركت ليبر اللي انا ايه استفدت بيهم، اللي هو الويب جاي من وين؟ من هنا. والاوفر هيد، اي اوفر هيد ابلايد، اللي هو ابلايد مش كوستر دلوقتي، هعرف قدام، بس دلوقتي تعرف ان انهي اوفر هيد اللي بيرمي على الويب، انهي اوفر هيد؟ الاوفر هيد ابلايد، يبقى تاخد ده من هنا، تمام؟ في مشكله؟ يبقى انت عندك البيجنينج بالانس والدايركت ماتيريال يوزد والدايركت ليبر والاوفر هيد، تمام؟ حلو. جينا في اخر الفتره لقيت ان في اخر الفتره لقيت ان حساب الويب عندي تكلفه زي مثلا 9,000,000، تمام؟ معنى كده اذا كان انا وهو كان ب 17، كان ب 17، يعني كان عندي بيجيننج بالانس ب 8 ورميت عليه 8,500,000 ونص ماتيريال، ورميت عليه 4,000,000 ليبر، ورميت عليه مثلا 3,500,000 اوفر هيد ابلايد، بس في اخر الفتره لقيت عندي 9,000,000 هم لسه فاضلين، يبقى دول راحوا فين؟ تحولوا من ويب، يعني من انتاج تحت تشغيل، لحاجه اسمها منتج تام. يعني ايه منتج تام؟ فينيشت جود. يبقى عشان يتحول من فينيشت جود معناه ان هو قل فين؟ قل في الورك ان بروجريس وزاد فين؟ في الفينيشت جود. هتشوفها دلوقتي بكام؟ 17 ناقص 9 بكام؟ 17 ناقص 9 عشان مش قادر احسب دلوقتي حاجه، دماغي بايظه. 8,000,000. يبقى انا عندي فينش جودز بكام؟ ب 8,000,000، تمام؟ كده ظبطت. الويب بيرمي على ايه؟ احنا قلنا لما الويب يخلص بيرمي على ايه؟ الويب اللي هو كان مخزون تحت التشغيل، لما يخلص تحت تشغيل يتحول لايه؟ لمنتج تاني. يتحول لايه؟ لمنتج تاني. تعال نعمل ايه؟ تعال نعمل ليدجر ثانيه للايه؟ للمنتج الثاني. فينيشت جودز اللي هي
FG. حلو. البيجي امبالانس لو انت كان عندك مخزون اول فتره من منتج التمام، يعني مثلا انا مثلا انا ببيع مثلا بتكوت، تمام؟ لو انا كان عندي مخزون اول فتره من انتاج تحت التشغيل اللي هو كان 8 مليون، يعني بسكوت لسه ما اتصنعش فعمليه التصنيع لسه شغال، هيبقى فين؟ في ورك ان بروجريس، تمام؟ عشان بقى وكده قريت عليه شويه المصروفات دي. الفينش جودز لو انا عندي منتج تاني، انا عندي بواكي بسكوت خلصانه موجوده في الكارتينه، وعندي مخزون، عندي مخزون اول فتره زي مثلا كان عندي 3 مليون اول فتره، تمام؟ اللي بيزود الفينش جودز اللي اتصنع صح، اللي هو ده منين؟ من الويب، اللي هو ده. عارفين اسمها ايه دي؟ Cost of Goods Manufactured. اسمها Cost of Goods Manufactured. تمام؟ يبقى Cost of Goods Manufactured. يبقى Cost of Goods Manufactured. يبقى دي هتسميها ايه؟ Cost of Goods Manufactured. هنمشي بقى دلوقتي في المسميات، اهدى عليها شوية. يبقى انت كان عندك سي مثلا كان عندك بواكي بسكوت 3 مليون بجنيه بالانس بقولك من فتره قديمه، وعندك بسكوت اتصنع وخلاص خلاص مانيفاكتشرد، يعني كان عارف ان هي مانيفاكتشرد يعني اتصنع بكام؟ ب 8 مليون. حلو كده؟ بعد كده في اخر الفتره لقيت ان انت عندك 7 مليون اندنج بالانس. يعني ايه 7 مليون اندنج بالانس؟ يعني عندك رصيد الختامي للانتاج التام 7 مليون. يبقى الفرق ده راح فين؟ زي ما اتفقنا، يا اتباع يا ايه؟ يا اتسرق. انسى السرقه دلوقتي مش موضوعنا، خلينا نقول ان هو ايه؟ الفرق ده يعتبر ايه؟ اتباع. ده يعتبر الـ cost of goods sold، تكلفه البضاعه المباعه اللي هي بتبقى تقريبا 11 ناقص 7 كام؟ 11 ناقص 7 بتساوي 5 مليون. تمام؟ 4 مليون. يبقى دي ايه؟ ده الكوست او جود فود، تمام؟ فهنا بقى ناخد ثلاث مسميات كده لازم تفهمها. مبدئيا شويه بوينتس كده سريعه. هي في اللفه دي كلها ديبت نيتشر، يعني ايه ديبت نيتشر؟ يعني كل الحسابات دي تزيد في الديبت وتقل فين؟ في الكريدت. دي اول حاجه. تاني حاجه في شويه مسميات لازم تعرفوا مهمين جدا جدا جدا. شايف الدايركت تريد بول دول مين؟ البيجيننج بالانس ده رصيد اول فتره جاي معايا. الدايركت ماتيريال ده جاي منين؟ من هنا من اليوزد. دايركت ماتيريال يوزد صح؟ والدايركت ليبر جاي من الدايركت ليبر اللي هيجمع الويب، والاوفر هيد جاي من الاوفر هيد ابلايد صح؟ حلو قوي. شايف الثلاثه دول؟ الثلاثه دول مع بعض في شويه ثلاث ايكويشنز لازم تعرفهم مسميات. الدايركت ماتيريال او دايركت ماتيريال يوزد زائد دايركت ليبر بيساوي حاجه اسمها تايم كوست. تايم كوست اللي هي التكلفه الاوليه او التكلفه الرئيسيه. يبقى التكلفه الرئيسيه اللي بتساوي ايه؟ دايركت ماتيريال يوزد زائد دايركت ليبر. يعني التايم كوست هتساوي ده زائد هي كام؟ 5500. يبقى هي كام دي؟ يبقى اول هي اول حاجه التايم كوست هي بتساوي الدايركت ماتيريال يوز اللي هي دي، والدايركت ليبر اللي هي كام؟ اللي هي دي. يبقى التايم كوست بتساوي كام؟ 5500. ده المعادله، تمام؟ تاني معادلة أو تاني كويشن لازم تعرفها conversion cost، تكلفة التحويل. تكلفة التحويل يا جماعة تكلفة التحويل سهلة، يبقى اسمها إيه؟ تحويل إيه؟ بالعقل كده. تكلفة التحويل هي تكلفة تحويل المواد الخام، فهي بتساوي تكلفة العمالة والتكلفة غير المباشرة.
يبقى تكلفة التحويل اللي هي conversion cost بتساوي direct labor زائد overhead. يبقى conversion cost هتساوي ده زائد الأربعة مليون زائد ايه؟ التلاتة مليون خمسمية. حد عنده مشكلة؟ ولو حد عنده مشكلة يكون مش عارف ان انا في فيديو، انا يوتيوب مش في حتة لايف. لو حد عنده مشكلة يكتب لي على الجروب. طيب تالت حاجة، تالت معادلة لازم تعرفها، manufacturing cost، التكاليف الصناعية. التكاليف الصناعية بتساوي ايه؟ هو انت عندك كام تكلفة صناعية؟ عندك تلاتة، direct material، direct labor، overhead، صح؟ direct material، direct labor، overhead. يبقى الـ manufacturing cost هتساوي direct material هتساوي direct material زائد direct labor زائد overhead. تمام؟ طبعا هو ايه؟ في هنا عشان الـ equation من الآخر manufacturing cost هتساوي ايه؟ هتساوي ده labor زائد الماتيريال زائد الليبر زائد الاوفرهيد. يبقى بص يا جماعه، لو الماتيريال والليبر لوحدهم اسمهم ايه؟ برايم كوست. لو الليبر والاوفرهيد الليبر والاوفرهيد لوحدهم، الليبر والاوفرهيد اسمهم ايه؟ كونفرجن كوست. لو الثلاثه مع بعض اسمهم ايه؟ مانيفاكشن كوست، اللي هو ماتيريال وليبر واوفرهيد. طيب في حاجة بعديها، في حاجة بعديها الحتة دي بالذات فيها لعب شوية. في حاجة اسمها مش مانيفاكشرنج كوست، توتال مانيفاكشرنج كوست. توتال مانيفاكشرنج كوست ايه الفرق بينها وبين المانيفاكشرنج كوست؟ ايه التوتال؟ ايه التوتال ده؟ هي المانيفاكشرنج كوست فيها يا جماعة اللي هم تادوا صح؟ حط عليهم البيجيننج بالانس بتاع الويب يديني توتال مانيفاكشرنج كوست اللي هو كام؟ 17 مليون ده. يبقى 17 مليون هي عبارة عن ايه؟ total manufacturing cost، اللي هي manufacturing costs plus beginning balance بتاع ايه؟ بتاع الويب. ماشي؟ حلو قوي. انا جبت ازاي 8 مليون دي؟ عارفها؟ شايف دي؟ هي عبارة عن ايه؟ عن كل ده ماينس الاندنج بالانس بتاع الويب، صح؟ يبقى خامس حاجه، خامس ايكويشن، كوست اوف جودز مانيوفاكتشرد. كوست معلش انا ايه بص خالص، كوست معنى كده زي كده. تمام؟ كوست اوف جودز مانيفاكتشر بتساوي ايه؟ بتساوي يا جماعه هتساوي 17 مليون ناقص 8 مليون، يعني هنقول بتساوي التوتال مانيفاكتشرنج كوست ماينس الويب اندنج بالانس، صح؟ كوست of goods manufactured. تمام؟ هتساوي ضحكنا total manufacturing costs minus inventory. هي total manufacturing costs اللي هم كل دول، صح؟ ما انت عندك 8 مليون كانوا تحت التصنيع، رميت عليهم نص، ورميت عليهم 4 مليون، ورميت عليهم 3 ونص، بقى عندك كام كله بيتصنع؟ 17 مليون اللي هم التوتال بتاعهم كلهم. في اخر الفتره لقيت عندك لسه انتاج تحت التشغيل ب 9 مليون من ال 17، يبقى الفرق ده راح فين؟ الفرق ده راح ان هو اتصنع خلاص، يبقى دي تكلفه البضاعه اللي اتصنعت، كوست اوف جودز مانيفاكتشرد، يعني مانيفاكتشرد تم تصنيعها، اللي هي بتساوي كل ده ناقص الاندنج بالانس، يعني هتقول ان هي بتساوي ال 17 مليون هنقول ايكوال سام دول كلهم ماينس الاندنج بالانس اللي هو ايه؟ ده؟ اديني كام؟ 8 مليون، هي دي شايفينها؟ 8 مليون.
انا بس اثبت لك ازاي تمام تمام حلو. نيجي في finished good، تمام نيجي في finished good. اللي عايزك تعرفه هنا اول حاجه، انت عندك البيجنينج بالانس صح؟ بتاع الويب سوري بتاع الفينش جودز، زي ذا جودز اوف جودز مانيفاكتشر، زي ذا كوست اوف جودز مانيفاكتشر. لو انت عندك 3 مليون علب بسكوت حطيت عليهم 8 مليون، يبقى انت عندك ايه؟ 11 مليون كوست اوف جودز. يبقى انت عندك معلش هعيد تاني النقطه دي. يبقى انت عندك في الفينش جودز لو انت كان عندك بضاعه تامه منتج تام ب 3 مليون في اول الفتره وصنعت عليهم 8 مليون، يعني بص كوست اوف جودز مانيفاكتشرد، يبقى ده تكلفه البضاعه المصنعه 8 مليون. يبقى انت عندك 3 مليون اول الفتره وصنعت عليهم 8 مليون، هيبقى دول بيساووا ايه؟ اسمهم توتال اجمالي البضاعه المعروضه للبيع، كوست اوف جودز افيلبل فور سيل. يبقى اول حاجه عايزك تعرفها هنا كوست اوف جودز افيلبل فور سيل، تمام؟ اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن بالتالي البيجيننج تساوي البيجيننج بالانس بتاع الفينيشد جودز زائد كوست اوف جودز مانيوفاكتشرد، تمام؟ اللي هي دي هتساوي ايه؟ هتساوي 3 مليون زائد 8 مليون، صح كده؟ تمام. تاني حاجه، ممكن عندك 11 مليون اخر الفتره، اخر الفتره عملت جرد لقيت ان عندك مخزون ب 7 مليون، يبقى فعلا ده حصل فيه ايه؟ اتباع. يبقى انت عندك تاني حاجه قلت of goods sold بالتالي بالتالي cost of goods available for sale minus the minus the ending inventory بتاع ايه؟ minus ending بتاع finished goods اللي هي هتساوي هتساوي ده او هتساوي تفضل حتى 11 مليون اللي هي دي ماينس ايه؟ ماينس 7 مليون اللي هي دي 4 مليون، 4 مليون اللي هي دي. يبقى بالطريقه دي انا شرحت لك السايكل كلها بالتي اكونتس، شايف انت التي اكونتس اللي هم دول التي اكونتس وبالمعادلات. هتلاقي في الكتاب هو شرحها لك، هتلاقي في الكتاب هو شرحها لك بالمعادلات، تمام؟ هتلاقي في الكتاب هو ايه؟ شرحها لك بمعادلات. انا نصيحتي لازم تبقى فاهمها بالمعادلات وتبقى فاهمها بالتي اكونت، والتي اكونت اسهل، التي اكونت هتخلي دماغك شغاله في النظام المحاسبي، امتى يزيد وده امتى يقل والكلام ده. الكلام ده هيتاخد برضه بالتفصيل اكتر في الكوست، ان الكلام ده كله يعتبر كوست اكونتنج. في التفصيل هاخده في الكوست، بس انا على طول هنا عشان تعرف ان انت لما تيجي تعرض ميزانيتك شايف انت الكوست اوف سيلز جبت ازاي الكوست اوف سيلز دي في اللفه دي. يبقى انت كل الفيلم العربي ده عشان في الاخر توصل لرقم 4 مليون اللي هو المفروض يتحط فين؟ يتحط هنا. طبعا هنا 6 مليون وهنا 4 مليون، بس خليها والله والله ما انا مزعلك. خليها هنا 5 مليون اوكي وات ايفر، هنا 4 مليون خليها هنا 4 مليون. يبقى دي جت منين؟ ال 4 مليون دي جت منين؟ من هنا، تمام؟ يبقى انا بعمل كل الفيلم العربي ده عشان في الاخر اوصل لرقم الكوست اوف سيلز او رقم الكوست اوف جود سولد اللي انا هتحط فين؟ في الميزانيه فوق الجروس بروفيت، فوق مجمل الربح. كل المصاريف دي فين؟ فوق الجروس بروفيت مش تحت الجروس بروفيت. المصاريف دي كلها يا جماعه اسمها مانيفاكتشرنج كوستس، اسمها ايه؟ مانيفاكتشرنج كوستس، تمام؟ مش operating costs. operating expenses دي general administrative و selling و marketing، دي حاجة واللي أنا شرحته هنا حاجة تانية،
اسمها مانيفاكتشرنج كورس. قدام هتعرف شويه ان الكورس المانيفاكتشرنج كورس اسمها برودكت كوست. اسمها ايه؟ برودكت كوست. الاوبريتنج اكسبنس اسمها بيريد كوست. هتعرف الفرق قدام. يعني برضه مش عايز اشرح لك كل حاجه في محاضره واحده او مش هتبقى في ترتيبها. انا بس من دلوقتي بحط لك بيزكس معينه عشان تفهم دي عباره عن ايه. يعني دي اسمها برودكت كوست ودول الاثنين دول اسمهم ايه؟ بيريد كوست. الاثنين دول اسمهم بيريد كوست ودي اسمها برودكت كوست. ايه الفرق بين برودكت كوست وبيريد كوست؟ هناخده قدام ان شاء الله في الكوست اكاونتنج. تمام؟ بس دلوقتي عايزك تعرف بس المصطلح. تمام؟ اوكي. وهنا يبقى انت كده عرفت البي اكونتس بالايكويشنز وكل حاجه. دي المفروض تتحفظ زي مش تتحفظ مش عايز ما بحبش كلمه تتحفظ. المفروض تفهمها. لو حد شايف ان هي صعبه حاول تفهمها تاني واكتب لي اسئلتك على الجروب وانا هحاول اجاوب عليها. وكده كده ان شاء الله في الكوست اكاونتك هتتشرح بطريقه اقوى شويه. تمام؟ اوكي. طيب نرجع للكتاب. يبقى انا كده غطيت البوينت دي. طيب يبقى انا كده انا هقف هنا ان شاء الله المحاضره دي هقف عند الحته دي. ان شاء الله المحاضره اللي جايه ان شاء الله هكمل اليونت. المحاضره اللي جايه ان شاء الله بعون الله هحاول اخلص اليونت كله المحاضره اللي جايه. انا شايف ان الريت بطيء شويه فنحاول ان شاء الله المره الجايه نجري شويه. المطلوب منك التالي، المطلوب منك انك تقرا من اول ليونت لحد الصفحه دي. احنا وقفنا لحد صفحه كام؟ خلينا نتفق على اكتر من صفحات. صفحه 20 في الكتاب او 28 في البي دي اف. احنا خلصنا صفحه 20 او 28 لحد هنا لحد الحته دي. تمام؟ يبقى احنا خلصنا صفحه 20 في الكتاب او 28 في البي دي اف. عايزك تقرا من اول ليونت لحد 28. تفهم كويس كل حاجه. مش عايزك دون بانيك ما تتخضش من لانجوج. انت مش مطالب منك انك تكتب باللانجوج دي بس تفهم الموضوع ماشي ازاي. تمام؟ ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله نقفل يونت ونقفل يونت 1 ونشوف بقى ساعتها الخطوه اللي جايه هتبقى ايه ان شاء الله. اللي عنده اي اسئله يا ريت تكتبها لي على جروب السي ام اي. يا جماعه انا لسه بيجي لي اسئله على البرايفت مسجز. انا للاسف ما بعرفش ارد على البرايفت مسجز. هتبقى صعبه جدا ومجهده جدا. فيا ريت اي الاسئله تبقى على جروب السي ام اي. وان شاء الله اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه ان شاء الله الاسبوع الجاي. الاسبوع الجاي بعون الله هنقفل يونت 1 ونحل بعديها ان شاء الله. يعني بعد ما نخلص يونت 1 هنحل بعديها ان شاء الله على اليونت. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.